مشاهدينا وين ما كنتم، صغير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم، برنامج ناس البالون اللي يجيكم اسبوعيا، صارت كل اثنين على تلفزيونكم، تلفزيون لينا. كما تعودتوه كما شاك اسبوع نتكلموا على الاحداث الكرويه والرياضيه. اكيد الاحداث الكرويه لاحتكم بزاف هذا الاسبوع، لانه كاين بزاف كلام، كاين بزاف حديث، خاصه فيما يخص مستقبل الناخب الوطني جمال بالماضي. ما حدث ايضا في الاتحاديه الجزائريه بانسحاب رئيس خير الدين زوتشي من سباق الرئاسه او من العهده القادمه. نتكلموا ايضا على قائمة المنتخب الوطني المعنية بمباراتي زامبيا وكذلك بوتسوانا، ونتكلم على مواضيع أخرى عبر فقراتنا المتنوعة اللي تعودتوا عليها ولفتوها شك أسبوع وشك منيحة شك أسبوع هذه أسبوعيا عبر تلفزيونكم تلفزيون لينا. طبعا الفقرات الموسيقية حتكون حاضرة هكذا باش يكون عندنا لو شو لي جو تاعنا لي تشالنج تاعنا مع البيبليك تاعنا ومع لي زانفيتي اللي محاضرين معنا اليوم. بدون إطالة خلينا نبدا نرحب بفريق ناس البالون. طبعا نبدا بالقائد، قائد الأوركسترا فاروق بالقائد. مساء الخير فاروق. مساء الخير محمد، ومساء الخير الجمهور الرياضي وليكيب ديالنا ليكيب بشوك. واليوم لي زانفيتي كما يقول لك خليك انت، انا نرحب بهم، نرحب بهم ان شاء الله احبابنا واصحاب خاوتنا. مرحبا بكم كوري فوا فاروق بالغايه. الجهه المقابله القائده تاعنا الثانيه في الفريق مارادونا كره القدم النسويه باينه نايمة العوادي. مساء الخير، مساء الخير الجمهور الكريم زلف لون. يعني ان شاء الله اليوم نجوزوا زوج سوايع مع دو بيرسوناليتي الله يبارك. ان شاء الله يا ربي يعجبهم كل الجمهور. لا نوفيل ولا لونسيان جينيراسيون. صار عليك. كاين ليكيليبر هذا الاسبوع. مرحبا بكم كوني فوانا يا مايتك الصحة مساء الخير. شكرا جزيلا لك حضرة معنا اليوم. روحوا دائما الفريق ناس البالون ليدي خديجة خداوي. مساء الخير. محمد مساء الخير الناس اللي تشاهد فينا. اي بي سي ان بليزير دائما نتلاقاو شاك لوندي كما قال فاروق. سي ان بليزير بور موا بور نو بور البوبليك تاعنا اللي يتابعنا شاك اسبوع. مليحه شاك اسبوع. سي ان ميلونج كل اسبوع. رابع عضو تاعنا في فريق ناس البالون غير من خديجه خداوي باش نقول لكم بكل صراحه. قال لك كيفاش يا ليدي وانا ماشي جنتلمان. اي با جنتلمان كريم بالعربي. مساء الخير. ما غيرتش بخديجه. نو 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 علاش ما غيرتش بخديجه؟ لا 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 سقموها. طيب خير 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 فيسبوك دوك يديروا لنا حكايه. مساء الخير كريم. مرحبا بك. مساء الخير محمد. مساء الخير لكل الجمهور الرياضي المتابع لبرنامج ناس البالون. ان شاء الله ندوزوا زوج سوايع في المستوى مع لي زانفيتي تاعنا. وي هذه هي. عندنا لو جنتلمان عندنا توما تشالبي. نخبي راه في الكواليس هكذا يا اخي خديجه ما كذبناش. قال لي لازم تصيب لي اسمو هذه هي لو جنتلمان تاع برنامج ناس البالون. يلا نروحوا للجاي من هيك. لي زانفيتي تاعنا كما قلنا لونسيان الى نوفال جينيراسيون. نبداو بلا نوفال جينيراسيون. مادام معنا اليوم مهاجم فريق مولوديه وهران هشام نقاش. مساء الخير هشام. مساء الخير محمد. مساء الخير مشاهدينا الكرام. اون فو غوميرسي يعني بور لانفيتاسيون هادي. اون اسبير كون فا باسي يعني اون اغيابل سواري. اون فا باسي دو زور وين اون فا ديسكوتي دو تو. على كلش على دوك على اليوم جاي عليك انت على كاع نجبدوهم اليوم. هشام مرحبا بك. سي ان بليزير. ميرسي بوكو لخيار برنامج ناس البالون باش نحضر معنا اليوم. ضيفنا الثاني في عدد اليوم غني عن التعريف، مدافع قوي من افضل ما انجبت الكره الجزائريه. والله تشرفت اليوم لو حضر معنا اليوم. تصفيقه حاره وكبيره نور الدين دريوش. مساء الخير. مساء الخير نور الدين. نشكركم على الاستضافه. مساء الخير الجمهور الرياضي. سي ان اونور ديت برمي فو. مرحبا بك. اجوردي ان شاء الله نجوزوا حصه في المستوى ونجموا نفيدوا كل الجمهور الرياضي ان شاء الله. انت برك نور الدين ما تقلقش برك ما تقلقش نجوزوا شويه. انت عرفت سما احنا مازال شادين بذهب كو ديبول دي. بذهب كو ديبول مع هشام نقاش في لابوندانوس. حنا كاع باش يقول عنده الحق وخلاص. وي احنا ما نخالفوش. حنا خليناه لتما باش كلش وي نروحوا كاع نور الدين. نور الدين سي ان بليزير والله يعطيك الصحه انك حاضر معنا اليوم. انسيستينا باش تكون حاضر معنا في كل اسبوع هكذا باش نعاودوا او ما نعاودوا نقولوا لا الجينيراسيون تاعكم اللي فريمون خلاتنا نحبوا احنا كره القدم اللي رانا جايين ايكومبري هشام نقاش بالك اليوم اللي راهو يمثل الجيل الحالي. بدون اطاله مشاهدينا الكرام نروحوا للفقره الاولى فقرتنا فقره كرونو.
اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اذا فقرتنا فقره الاولى فقره كرونو، راح نتكلموا على ابرز الاحداث الكرويه اللي ميزت هذا الاسبوع طبعا الحافل اللي كان فيه بزاف احداث، لكن راح نخصوها تقريبا كامله اللي باش نتكلموا على كره القدم، نتكلموا على المنتخب الوطني المقبل على مبارتين في تصفيات كاس امم افريقيا 2021، نتكلموا على مباراه زامبيا عفوا، وبعدين مباراه بوتسوانا راح تكون هنا في الجزائر. طبعا نتكلموا على القائمه، قائمه الناخب الوطني جمال بالماضي اخذت كثيرا من الوقت ربما متاخرا، ما تعودناش انه تكون القائمه يعني قبل ثلاث ايام من او يومين على المباراه، ولكن الظروف هي اللي خلت جمال بالماضي يعلن على القائمه الى غايه امسيه امس الاحد. عطيني نشوف القائمه يا امينه باش نعلقوا عليها رفقه الضيوف والحضور اللي محضرين معنا اليوم. اذا لا جديد ربما، ما نقولش لا جديد لانه كاين ثلاث لاعبين اول مره يكتشفوا اجواء المنتخب الوطني ويتلقاو اول دعوه. نتكلموا على خاسف نوفل لاعب تونديلا البرتغالي الظهير الايسر، نتكلموا ايضا على احمد طوبا لاعب فالفيك الهولندي، ونتكلموا ايضا على زروقي لاعب تفانتي. دونك هذو هما الاسماء الجديده اللي استدعاها جمال بالماضي لحضور تربص مباراتين كما قلت زومبيا وكذلك بوتسوانا. يلا نبدا مع فاروق بالقايد باش ناخذ رايه حول قائمه جمال بالماضي والخيارات. فاروق بالقايد، كيف ترى القائمه؟ كاين مفاجات ولا تقريبا هذه اللي كنا ننتظروها؟ كما قلت تقريبا هذه القائمه اللي كنا نتوقعوها، بالك خاسف لي ستون بريمير ليه بريمير كونفوكاسيون ديالو، والجوار هذا تسمى لي بين هنا في الشامبيون الجزائري ميم طون دوكا راهو اون بلجيك، تما لاعب راهو او زاد خبره، تما توقعوا كل شيء دوك مع وحنا رانا اوني الاز في لي دو ماتش هذوما اوني كاليفي. دوك جمال شاف اللاعبين اللي راهم فرصه مواتيه باش يجرب اسماء جديده بيان سور. دوك كيما ذكرت انت يا خاسف ولا زروقي ولا طوبه سي دي جوار بوكو بلوس، خاسف نعرفوا حنا كجزائريين اللي هنا لعب في الدوري الجزائري، وزروقي وتوبا اللاعبين هذو اللي راح يكونوا جدد في جوج دابا في الدوري الهولندي. الدوري الهولندي دوري ممتاز، وواحد لاعب في الدفاع والاخر في الميليو تيرا، ان شاء الله راح يكون يمدوا اضافه ان شاء الله، باسكو جامع راح يخدم دوكا بكل ارتياحيه في لي دو ماتش هذوما. وصح راح تكون فرصه مواتيه باش يشوف ربما اسماء جديده وباش يجرب اسماء جديده، رغم انه ربما الغيابات كما تكلموا على ياسين ابراهيمي نعيمه العودي توافقي فاروق انه ماشي حتاثر الفرصه مواتيه لتجريب لاعبين جدد، خاصه انه المنصب ظاهر ايسر عندنا فيه مشكل، اصابه محمد فارس واصابه ايضا غلام اللي كنا ننتظروا ربما عوده موفقه، ولكن تلقى اصابه بعده حوالي 6 اشهر على الميدان. اليوم كاين البديل هو توبا ظهير ايسر نادي فالفيك، وكذلك خاسف اللي يقدر يلعب ايضا ريال كوش. اكيد يعني لو كوتش بالمادي جو بونس كو سي لو ماتر ابور هو اللي على باله واش خصو واش ما خصوش، وعلى باله لو جوار اللي يلاق في هذا لو مومون واللي سي اللاعبين. يعني moi je le félicite, j'ai le cas le féliciter parce que c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet en fait. Et puis alhamdoulillah apparemment les internationaux تاعنا خلوهم يجوا parce que moi j'avais vraiment peur que parce que c'est انا بالنسبه لي القرار الفيفا يعني كان مش كيما يقول لك c'était pas juste, c'était injuste vis-à-vis des africains. Donc je pense que maintenant que les internationaux تاعنا جاوا يعني on peut respirer, le sélectionneur est le plus à l'aise de côté parce que مباراتين هذوما مش سهلين non plus hein. C'est deux matchs qui sont très très importants. Donc inchallah يعني احنا comme supporter de l'équipe nationale algérienne نتمنى لهم كل النجاح، وان شاء الله يعني اللاعبين الجدد اللي جابهم ان شاء الله يبرزوا ونشوفوهم في احسن قوتهم ان شاء الله. في احسن قوتهم اذا كان تم تجريبهم ربما في الاختبار القادم اكيد في لوزاكا امام زامبيا، ولا حتى في مصطفى تشاكال امام منتخب بوتسوانا دائما في اطار تصفيات كاس امم افريقيا. خديجه خداوي نبداك، وين جات نعيمه العوادي؟ لانه كانت قرارات ربما مجحفه في حق الافارقه خاصه في الدوري الفرنسي اللي منع ربما لاعبين التنقل الى افريقيا للمشاركه مع منتخبات بلدانهم، لكن اول امس كان صدر قرار بالسماح ربما بعد الضغطه. كاين بزاف لاعبين منهم اسلام سليماني اللي كان دار تويت وكان ربما ما عجبتوش فكره منع اللاعبين الجزائريين ولا الافارقه من المشاركه مع منتخبات بلدانهم
في تصفيات كاس افريقيا. فينالمون سي اون بون نوفيل باسكو لو كان ما جاوش لو كان صاغيتي بتتر كل الحسابات تاع جمال بلماضي كان راح يتخلطوا باسكو اللي يلعبوا في البطوله الفرنسيه هي اسماء اللي عندها ان بوا اسونسييل في التشكيله الوطنيه كيما سليماني كيما بالقبلة كيما بولايا اكسيتيرا جوست باش نعاود لك نولي لك لا ليست سكي دوماج انا نشوف من رايي الشخصي باغ اكزومبل كيما الاستدعاءات الاولى كيما طوبه وزروقي ولا جوغي ايمي خاسف جوغي ايمي بتاتر نشوفو دي جون كيما حداد كي ابروفي شفناه او قلنا بالماضي قال لك انه مازال سي انكور تو باش نمدو لا شونس لواحد اللي ما بروفاش مي انغا جو بونس كيما زروقي ولا طوبه جو بونس كو فلا ليست كنا قادرين نشوفو انغا كيما حداد ولا مصمودي ولا تاع المسيو دونك فوالا ابار سا ما كاش جديد ابار عوده سوداني غزال زفان خاسف فوالا عوده خساني وحسن خساني الفنان عوده زفان ولا كذلك الاسماء سوداني ولا غزال ما كانش بالك منتظره كريم بالعربي لولا الغيابات المتعدده خاصه غزال اللي عندنا بزاف ما شفناش منتخب الوطني هلال العربي السوداني يبقى قيمه ثابته طبعا في المنتخب لكنه راه في دوري السعودي ومع نادي مطاوده ونادي الفتح كيفاش تشوف الاستدعاءات هذه هل جوست وي وي باسكو علاش كي نتكلموا على رشيد غزال رشيد غزال راهو من بين راهو احسن ممرر في الدوري التركي عنده 9 تمريرات ولا 10 تمريرات حاسمه دونك راه من بين احسن لاعبين في بشكطاش دونك كاين الاستدعاء تاعو منطقي جدا لكن غزال حتى كي كان في ليون كان في اوج العطاء تاعو مع المنتخب الوطني دائما ما كان غايب نقولوا غايب ما كانش يقدم هذيك الاضافه اللي كان يقدمها في الكلوب تاعو جو سي با علاش على السوداني نظن انه يعني مر بفتره صعيبه كي كان في اولمبياكوس وحتى قبلها في انجلترا اصابه اللي بعدته على الميادين لمده موسمين دونك جو بونس اذا هذا الثنائي قرار منطقي من طرف المدرب بالماضي وكاين حاجه تكلمت عليها الاخت خديجه دونك على اللاعبين المحليين ولا لاعب محلي متواجد في القائمه تاع 28 لاعب هذا شيء يطرح علامه استفهام ويؤكد ربما انه بالماضي غير مقتنع باللاعب المحلي الى حد الان رغم تواجد 4 انديه راهي تشارك في المنافسات الافريقيه تاع حداد متواجد 4 مرات في التشكيله المثاليه تاع التشكيله المثاليه في التشكيله تاعو معنا كاين بدران اوسي بدران ثاني يلعب في تارادجي جون في المنتخب راه في المنتخب بدران تلقى دعوه مادام تكلمتوا على اللاعب المحلي ومعنا لاعب محلي جوستومون اليوم يعطينا رايه بارابور بوكو بلوس النيفو المستوى تاع البطوله الوطنيه لعبت في فرق اللي تشارك اليوم في رابطة الابطال سواء شباب الوزداد ولا كذلك مدير الجزائر اسكو تشوف بلي كاين فريمون دي جوار اللي يستحقوا تكون عندهم مكانه في هذا الظرف خاصه ان مباراه خليني نقول راح تكون اختبار شكلي لانه المنتخب الوطني ضمن التواجد في كاس امم افريقيا على الاقل كان عنده بالك لو شوا ولا الفرصه باش يجرب اسماء جديده هشام نقاش بون جو بونس بون اون طون كو جوار يعني هنا في البطوله المحليه جوغي مي يعني فوار دي جوار من الشامبيون تاعنا تيل كو حداد ولا تيل كو مسمودي اللي فوز افي سيتي لور نو سي دي ديفونسور يعني كيزون مونتري ابري ما نقدرش ندخل يعني في ريالمون ما نقدرش ننتقد خيار اللي تاع مدرب اللي ربما الى ينوتر فيزيون دوك انا رايي الشخصي انا يبقى الا رايي سي فري كو نوغي مي فوار ان حداد ولا ان مصمودي في الفريق الوطني سا سا سي سي سي, سي دي جوار كي اون بروفي مي ابري بيتيتر جو بونس كو لونترينر عنده نظره واحده اخرى وين بالك حيشاركهم في كيما نشوفوا دوكا كيما قلتوا زعما على سوداني ولا عاود ولا المنتخب جو بونس كو كل لاعب يلعب الى بغي يعاود ماشي يعاود ولا هو يفي بارتي دو ليكيب ناسيونال سوداني تسمى يروح ولا ما يجي سي سي اون فالور سور تسمى يباس باغ دي مومون مي يعاود يولي عاودي ولي وهذا هو اللاعب ربما اللي يقعد دائما عنده هذيك الرغبه عنده هذيك الطموح باش دائما يكون متواجد في المنتخب الوطني نور الدين دريوش كدولي سابق كلاعب سابق كنت مدافع ما دام تكلموا الجماعه كامله على حداد وعلى مصمودي اكيد راك تبع المستوى تاع الثنائي هذا في البطوله سيتو حداد اللي راهو يبرهن وراهو يبروفي في المنافسه الافريقيه رابطه الابطال وعلى بالك بلي ماشي سهله تكون في التشكيله المثاليه اللي ثلاث ولا اربع مرات اربع مرات متتاليه نور الدين دريوش سي سير انا على حسب واش راني نشوف قائمه تاع بالماضي بوتيت بالماضي
راهو نونترينور ان تيكنيسيان الى اوبتي بور لا ستابيليتي بالك ضخ شويه دم جديد مع لي افوني تاع لي تروا جوار نعم بور لي جان جوار هذو مصمودي وحداد بيتيت هو راهو يشوف فيهم المستقبل انا نظن باللي لا فوني تاعهم هذه تكون في المستقبل راهم يقدموا في مستويات لاباس بها لا غالب استدموا كما يقولوا دي جوار دو فالور اللي راهم اون ديفونس يعني صح. على غرار بالعمري ولا بالسبعيني ولا ماندي دي جوار كي لهم بطولات قويه صح وراهم عندهم مستوى كما يقولوا لاباس به نظن لاعبين تاع المستقبل وانا ما نظنش باللي بالماضي راح يعني يسمح فيهم في المستقبل راح يكون لهم مكانه في المستقبل ان شاء الله مكانه في المستقبل ويبقى طبعا المنتخب الوطني دائما باب مفتوح كما يقول دائما الكوش بالماضي ننسى حاجه ربما انه الهدف تاع بالماضي الان هو مواصله سلسله المباريات بدون هزيمه صح. عندنا 22 مباراه بدون هزيمه اي مدرب في مكانه يطمح ل البقاء على تحطيم الرقم القياسي للمنتخب المصري دونك ربما احنا نشوفوها شكليه المباراتين هذه امام زومبيا وبوتسوانا شكليه لكن بالنسبه للمدرب بالماضي هي ربما اكثر من شكليه ومواصله سلسله المباريات بدون هزيمه سيت موفي باردون جبل بالماضي على لي 24 ماتش تاع مصر باش نمدوا المعلومه على لو دو ديفونس على دوك سو مسمودي ولا بوكو بلوس حداد اللي هضروا عليه تجمع بالماضي شاب اللي الناس هي تهضر بزاف على حداد ما حبش يجيبوه باسكو يكون عليه ضغط كبير دوكايا وي لي انتيليجون جمال بوتيت خلي تبرد الحاله كما نقولوا بالعاميه وراح تكون عنده كما يقول لك باسكو الفرصه الفريق الوطني باسكو سي با لازم كي تجي الفريق راح تقعد يمد له فرصه كما مد كاع الفرص الاخرين او مد الخاسف مد واسمو بن عياده كاين لاعبين اللي وجمال دوكا قلت لك هو بالك شاف الناس هي تحضر حداد يخليه كي تبرد الحاله يعطيك صحه يعاود ولازم دوكا حداد لازم هنا يزيد يكون انتيليجون لازم هنا يزيد يخدم ويمد لي زيفور وكذا هنا تما جمال ما يقدرش يغلق له البيبان وحده يدخل صح الفريق الوطني ميرسي عوده ايضا اسامه درفلو اللي كانت للمنتخب الوطني طبعا كانت عوده نقدر نقول منتظره لانه اللاعب يقدم في مستوى رائع في هولندا 8 اهداف على ما اعتقد سجل حتى الان في الدوري الهولندي ايضا بن عياد اللي كانت تكلم عليه فريق بالقايد اللي حقق بدايه جد جيده مع النادي النجم الساحلي التونسي يلا كان هذا موضوع الاول موضوعنا للقائمه قائمه جمال بالماضي لكن قبل القائمه سبق كلام كثير حول بقاء جمال بالماضي واستقالته من منصبه بعد قرار الذي اتخذه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خالد نزوتشي بالانسحاب من سباق الرئاسة لعهدة ثانية وكنت كلمة على سباق الرئاسة نبدأ بك نائم العوادي كيفاش لقيت الخبر لأنه كان إعلان طبعا رسمي وبعده كانت الخرجة جمال بالماضي ساعات فقط بإلغاء الندوة الصحفية تفضلي انسحاب نزوتشي انسحاب زوتشي من سباق الرئاسة انا زوتشي يعني جوري ايمي بستين ثانية ما تريشيش جوري ايمي جي با لابيش دو تريشي انا جوري ايمي زوتشي الحملات اللي كان ضده دي الديبي من البرومي جور تاعو حتى الاخر يوم اني داكور وهما ضده سورتو هاد لي ديرني طون يعني جو بونس كو سي ان الجيري ماهوش دي ناسيوناليتي اترانجير لو كانت يعني شويه كومون ديريج دي كريتيك اوبجيكتيف نقول لك وي دي فوا دو توي اترافير يطيحوا عليه بوغ ان وي بوغ ان سافو با دير كي يعني هو غلط بزاف انا في بلاصه هادشي انا في بلاصه كنت رئيسه Je vais démissionner le jour de la présidence. Je vais démissionner la Coupe d'Afrique et le Jazair je ne sais pas combien d'années. Je vais démissionner et je vais sortir du bâble vis-à-vis du public, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis du football national. Parce que de la Coupe d'Afrique, je vais sortir du bâble. Je pense que c'est dur pour un président, leader de la Coupe d'Afrique. On donne un pour moi... Je trouve que c'est méchant, بزاف انا je parle de l'homme hein, c'est طاحوا عليه بزاف. OK غلط والغلط تاعو هو ماشي هو كشخص. قلت لك ونزيد نعاود نقول لك الغلط عزتشي سي سون انتوراج اللي دخلوا في حيط. واللي خلاه دائما خير عزتشي اللي كنا عرضه للانتقادات كما قالت نايمه منذ تواليه رئاسه الفاف كاين تضارب في الاراء طبعا وكاين بزاف الناس اللي تكلموا في الرئيس خير الدين زوتشي الانتقادات في كل حتى احنا كاعلاميين في كل بلاطوهات ربما يتكلم على المواضيع الرياضيه ولكن لما تكون الانتقادات تجرى ولا تجرح فارق ولا توجع اكيد انه بلا كان قرار منتظر انه خير الدين زوتشي ينسحب من سباق الرئاسه
الغريب في الامر تجي ديميسيون ولي كيما يقول لك لي ليبر مي بصح لا بريسيون اللي كانوا دايرينها له شي ناس ما استقالش ماشي ترشح اي ماشي يترشح باسكو سي بون خلاص العهده ديالو خلاصت لا بريسيون اللي داروها له الناس هادو ما انا ما حبيت نعرف علاش وراه واش كان يستناو لوبجيكتيف ديالهم سي كوا سي ما باش حبوا يجيبوا ناس اللي يخدموهم هما ليهم يخدموا ليهم ولا زتشي زتشي كي تشوف المعارضه ها المعارضه 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 دي ما عرفناش باسكو افون لي بريزيدون اللي جازو من هاش بديت نعرف فوتبول ما كانش زعما الشامبيونات ديالنا كانت تمشي مع بالي شغل الالمان ولا سي با قعدنا وكانوا كوارث اكثر من هادو هذا السيد جا في اربع سنين ما يقدرش يدير كلش الحاجه الاولى لا فيترين تاع فوتبول الجيناسي ليكيب ناسيونال ليكيب ناسيونال شامبيون دافريك معاه حبه من حبه وكاريها من كاره اعطي له اون شونس مي فو با تاتاكي نتايا غلطات ما غلطات وراح خليه الانسان هذا راه جزائري تاع فوتبول ما جاش كان بزنازي قال زتشي لا بزنازي دخل بدراهم سيد خدم في البالون في الفريق ديالو بين جا ليكيب ناسيونال قلنا سي لا فيترين بين دوك نبداو نقولوا يا ديتريك وي ماهوش هو ما باليش انا لو بريزيدون من لو ميور ماشي ما يغلطش ماشي ما كاش ما يغلطش ما كاش شامبيون او موند اللي بالك تمشي باسكو دوله هذيك ماشي غير الفوتبول دوله كومبليت تمشي في هكذايا حنا بروبليم ماهوش فوتبول حنا كاع راحوا الفوتبول انا نقول لك انا كفوتبول انا سي ليكيب ناسيونال سي ليكيب ناسيونال ليكيب ناسيونال راهم يشرفوا ورئيس رئيس فيدراليه دوك تقول لي جمال بلماضي راح كيما يقول لك ما حبش يدير لا كونفيرونس دي بلات من حقه هذا الرئيس هو اللي جابه معاه اللي فاز بكاس افريقيا هل تعتقد انه عنده علاقه فاروق لانه اسمح لي باش نوصل ميساج فاروق لانه كان شفنا في موقع التواصل الاجتماعي خاصه بعد زملاء تاع الصحفيين اللي عندهم المعلومه وعندهم السبق قالوا انه الغاء الندوه الصحفيه لم يكن متعلقا بقرار انسحاب زتشي من سباق الرئاسه وليس موقف من جمال بالماضي الامر تعلق بالقائمه وباش يستدعي لاعبين يشطوا في الدوري الفرنسي اليوم جمال او امس جمال بالماضي الاحد غاب ايضا عن مباراه مولود الجزائر والنصر حسين داي اسكو هي رساله فاروق بالقيد ولا كما قالوا الزملاء ماشي رساله لا لا ماشي رساله هذه وقفه رجوليه انا بور مو وقفه رجوليه واش دارها جمال بالماضي اون فيغ زتشي باسكو انسان هذا تعامل معاه بوندون شحال دو زون ولا هو معاه حقه نتائج اوندور هو بالماضي حاسب الرئيس فيدياليه على ليكيب ناسيونال وما يقولش واش وصل لي واش وصل الشامبيون هو خاطئ الشامبيون ما يحوش البطوله ولا ليغ وما يشبه ذلك والفوتبول تاع الجيري هذا هو كمسؤول جابوا الفريق الوطني كما يقول لك دار له كاع امكانيات وخصل له كلش واش كذا ويلحق بالماضي ولا احسن مدرب في افريقيا الشامبيون دافريك الناس كاع ولا تحبوا مش من حقه جمال يدير هذيك كيما يقول لك الوقفه مع زتشي تعتبرها وقفه انت فعلا وقفه انا ليا وقفه مع زتشي حبه من حبه وهذه سي ليجيتيم وجام بالماضي ما نقولوش كي دار هذه تما راح يرمي للفريق الوطني يبقى كيتي ليكيب ناسيونال ما حشر من الجزائر ما حشر ياخذ الشعب سير بلاس سير بلاس تو تافي نورمال سير بلاس سير بلاس جمال بالماضي باسكو كانت كونفيرونس دو بريس بالك يروح باك تقابل الناس تقابلهم بامورال هو بالك لو مورال في هذاك الوقت شاب اللي ما يقدرش يقابل لي جورناليست وراح يكون ضغط عليه لي جورناليست زتشي ما زتشي وكذا راح يخرجوه خلينا ناخذ لافي تاع لي جورناليست نقول كانت وقفه مع خديجه خداوي سمعنا وتابعنا القضيه ما نسقسيكش ما نسالكش لانه عشتي معنا كنا نتكلموا نبدا منين كملت انت منين كملت انا يلاه ادفيتونك بالماضي انولا لا كونفيرونس دو بريس على جال كان يستنى في لا ليست اوكي اون اي داكرو اون نلعبوها نفهموها من هذو كوتي وعلاش ما راحش كان سيتي بريفي يروح يشوف دو ماتش اللي هما النهد المولوديه البارح وبارادو جي اس كا دونك ما راح شافهم بون انا نعاود نولي للنقطه تاع فرانشمون انا زعفانه من كلكو جورناليست quelques confrères اللي كنا حنا دايرينهم قدوه سي دي جون كبار علينا سي دي جون دو ميتي و سورتو لي اي فون بارتي دان ميتي نوبل الصحافه فوالا يشوفوا لي فوالا عندهم مصداقيه اي سون لا جوستمون باش يمدوا الاحداث ولا يمدوا الوقائع تل كيل سون مي ان فيريتي سي با سكيل فون داخلين في واحد الخطابات في واحد لي ستاتو تاع الشعبويه باش يغلطوا الشعب باش يغلطوا الراي العام سي سي سا ماتريس او طونك جورناليست سي كلير كيما قال انا بور موا انولا الندوه الصحفيه ولا ما راحش في هاد لي دو ماتش سيك خدا موقف اي سي ان ميساج فور دونك الميساج سي انو حنا سي انو دو ديشيفري الميساج كل واحد على بالو الميساج هذا اللي راه يبعث فيه بالماضي حنا على بالنا اوفو وراح يبان
يفو با نغلطوا الراي العام ولا نغطوا الشمس بالغربال ونقولوا نو باسكو كان يستنى لا ليست. الموقف تاع بالماضي سا سوا كو حاجه ماهيش عاجباتو بتاتر كو حب جو سي با حاجه ما عجباتوش راح نشوفوها راح نكتشفوا هذا الشيء فوالا او ديبريمون او ديبريمون اسمح لي او ديبريمون دو دي كلوب دي جوار الجيريان اللي يتمنوا الناخب الوطني يجي يشوفهم Qu'est-ce qu'ils ont fait ces joueurs-là Bêche le sélectionnant qui est très rare, bêche il dit chauffeur, qui voit bêche il berzo, il prouve où allez, il chalso, hajal il mechise. Je veux dire, c'est pas au déprimant du football national. Je peux n'importe un instant de raïs l'Etihadia, ou lesquels autrement Ou lesquels bêche maintenant je chauffe Mubarak, il y a les Dawri, Jazairi, ou hadouk les joueurs, les joueurs gamistina ou n'achib le Watani, bêche il chauffe le Forsa, bêche il chauffe. أنا نظن إنه vis-à-vis des joueurs vis-à-vis du بطولة يعني pour moi لو كان جيت أنا أن جوار نحس لها باسكو راني حاب يقدر يعبر على الموقف تاعو بطريقة يقدر يعبر بطريقة واحدة أخرى بالماضي محبوب الجماهير هذا كان عبر على الموقف تناقشوا الناس راح بعيد مع زوتشي دونك أنا فوالا جو روجوان الأخت خديجة على واش قالت كونسيرنون الإلغاء تاع الندوة الصحفية تاع بالماضي أنا كنت مادابيا نشوف الناس هذه اللي راهي تتكلم على زوتشي ومادابيا نشوف ينتقدوا بالماضي اللي ما حبش يعقد الندوة الصحفية علامة استفهام غدوة من ذاك ما راحش يشوف مباراة في الدوري الجزائري علاش ما انتقدتوش علاش يفون با لي كريتيكي علاش بصح بالماضي المصداقية الجماهير ما ينجموش فوالا باسكو المصداقية تاعهم تروح المصداقية بيان سي دونك هذه هي الناس ولات وباش نقولوا ثاني كريم بالعربي لانه الناس تتكلم كامل بليك عندها مصادر موثوقه احنا ثاني نقولوا مصادر تاع مجلس البطوله تؤكد انه جمال بن ماضي خدم موقف اكزاكتومون فوالا صحفي ولا نادو صحفي هكذا باش نحو كامل اللبس وحنا على بالنا واش نتكلموا على بالنا واش نقولوا على الاقل رانا صادقين معنا ومع مع مع, مع الببليك وباش نقولوا ايضا انه جمال بن ماضي ما يلعبش بالجزائر وما يلعبش بالشعب الجزائري ولكن عبر على الموقف تاعه فقط بالك امور ما عجبتوش صرات وبالك يعبر على تأييده لخير الدين زوجي ولو انه اخلاقيا لا يحق لانه تعاقد مع الاتحاديه الجزائريه زوتشي يبقى شخص ويبقى شخص في منصب يقدر يتغير لانه ينتخب الرئيس لازم نعرفوا على زوتشي ما حبش يترشح لعهده ثانيه هذه الامور احنا ضغوطات منين جات لازم دوموندي وقالت علاش زوتشي ربما بصح فاروق كيكون عرضه للانتقادات بالك حابين ساحب بالك حابين ساحب لا زوتشي انا جو بونس لا لا زوتشي بالحمله ماشي من اليوم خديجه عنده شعال بس ايه تقلت امور شخصيه لا 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 كانت من قبل ثاني باش نتكلموا كرئيس اتحاديه اعصاب واخطا دار حفايس ملاح دار حفايس ماشي ملاح وني داكو مي بصح يقدر يرشح على هضره الترشيح يرشح روحه كان قاد الاخطاء بيان سور هو على باله بلي خطا بصح عنده الدروه يرشح روحه ومن بعد ولا بالك عيا بالك راح عيا بالك عيا بالك عيا خلاص ولا عيا ولا عيا جرح وقال لك لا دي كونفيرونس دو بريس بون ديزيكسبليكي نو عيا ما هذه الانتقادات حنايا قسم ما لعبكش عنده ما ينتقدوا فيه نو باسكو راحوا بعيد فاروق باش نحبسوا الحديث ايه باسكو بزاف ما يحبش خوه حنا الجزائريين مع كل احتراماتي نحبوا نكسروا خونا على الاقل على الاقل على الاقل محمد لا قدر الله سمحي دقيقه يقدر بهذه بلا ديسيزيون تاع زتشي تحب ولا تكره اليوم قلنا بالماضي ما حبش يروح لا كونفيرونس دو بلاس وقف مع زتشي غدوه بالك ميم دي جوار ما يحبوش صح اللي ما يقدرش يجي ما عندوش علاقه بالشيء ما يعرفش الشيء معليش معليش انت هكا تهضر هكا انت كي تكون انا واحد بالك نقدر نديرها ما تنساش لو دو باما سي راه راه اللي جاب هكا سامي هشام خلينا نسمع هشام الجيري ما هادو سي دي الجيري جاو لعبوا انا اون كال الجيري شغل ان جوار زعما كي با ريفوزي ليكيب ناسيونال انا جو ني ريان كونتر بيرسون بصح كلكا لي يل ريفوز سما هذا يل ريفوز سما حنا ايه يبي بروندر بارتي سما يدي موقف مع واحد صح كيما شو با او ديتريمون تاع الشعب الجزائري حنا ديجا العالم شو شو حنا معليش معليش ما نهضروش هذه تاع الاعلام نعرفوها حنا بيناتنا حنا عايشين هنا يا دي جوار في وقتنا ما يحبوش يروحوا ليكيب ناسيونال معليش صح عندهم اسباب وهذا عنده اسباب يقول لك انا لا لا بالماضي ما شنجي لا لا لا, لا وعلاش واش دخل الوطنيه مع الاسباب لا 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 يقول لي انا يقول لك بلي ما يقدرش يرفض الجزائر ما عندهاش علاقه بالاسباب انا نلعب في البطوله هذه نشوف بلي فلان وفلان ما نقدرش باسكو قالوا لي ديجا عفايس ماشي ملاح غدوه ما عيطوا لي ما نقول لهم انا ما نروحش فريق وطني ما نجيش للمنتخب الوطني نردين نكذب قالني بليسي ما نروحش فريق وطني وصارت 100 جوار يا دي جوار هنا تاع الشامبيون اللي ديكلاراو كان يكون كونترول يزمون لي سانكسيون لورد ما عليه سانكسيون نورمال سانكسيون لورد فوالا يقول لك انا ما نجيش نلعب فريق وطني ما نجيش مثل المنتخب كان ديجا يكون دولي صح اني با اونيت انا بوغ ما يحبش الجزائر غولا قال لكم ماش نجي
ما قالش ما تجيش تجي بالماضي قالوا ما تجيش تجي ما قالوش واه بيان سور سيتي بالماضي خدم منه موقف باش ما حبش يجي لاسباب اللي يعرفها العام الخاص بلا ما نعاود نولوا بالماضي قالوا بالماضي قال ما تجيش تكون في المنتخب الوطني الى غايه ما تسقم روحك كما نقولوا بالعاميه خلاص قالوا كاين دي جوال اللي جات بالماضي اللي قال ماشي غير قال ما نجيش يا بليزير جوال اللي قال لك ما تجيش تعيطوا لي الفارق الحكايه معروفه تاع الحمى خلينا نسمع نردين درت حاله فاروق يسمع نردين ما درتش حاله ما تحبوش فاروق باسكو جازوا عليه دي بيريود هكذايا وين ميم اون ايكيب ناسيونال كانوا يصراو دي جوار يعيطوا لهم ما يبغوش يجوا على جال كل واحد واش عنده مي لا بيريود هذه انا نظن شفنا بوكو دو ميشونسي يعني اون ايكيب ناسيونال سيت ستابيليتي هذا الانجازات اللي داروهم كو سوا بالماضي ولا البريزيدون زاتشي ما كاش اللي ما يغلطش ربي سبحانه هو كما يقولوا اللي ما يغلطش معصوم الخطا دوكا انا زاتشي ملي انونسا لا كونديداتور تاعو وترشح ولا رئيس الناس كاع طايحه عليه بوكو دو ميشونسي سي تان نوم دي سبور لي جوار تاعو كاع نجحوا راهو لي جوار تاعو احترفوا الى ان بروجي تاعو ناجح جا لا فيديراسيون ليكيب ناسيونال 22 زون ما ديناش لا كوب دافريك معاه دينا بالماضي صاب روحو مع زاتشي بيتيت مع انسان واحد اخر ما يصيبش وفر له يسمع له قالوا لا كارت بلونش كارت بلونش انا نظن باللي الفريق الوطني راه في الطريق الصحيح الناس هذه اللي راهي تخلط هما اللي ماهمش يحبوا الجزائر عطيك صح هي شوف الاطراف باش نتفاهموا احنا خاطر تكلمنا هنا في كي بدا الصراع خاصه في الاشهر الاخيره نودين قلنا انه يبان باللي كاين دو كلون اللي راهم مع الزشتي وكلون اللي راهم لي كلون اللي راهم مع المكتب السابق خرجوا ناس قال لك لا احنا نحبوا مصلحه كره القدم الجزائريه هشام واحد شمال هشام قال خلوني ما نسجل لا كيهضر على بالماضي فاروق كيهضرت على بالماضي تفضل ليش ماشي مشاكل انا ما تقدرش انا جو بورت با دو بريجوجي دوكا ما تقدرش تعرف واش كاين تسمى باسكو دوكا لا كيسيون اللي قلتوها دوكا اللي رانا نهضروا اون طران دون ديباتر سي وعلاش نساحب هذا هو وعلاش نساحب داكو دوكا كل واحد يمد فكره تاعو بصح لا فيريتابل ريزون راهي عنده اكزاكتومون فاهم تسمى دوكا اون بو سبيكولي هكذا كل واحد يمد رايه مي انا حب نقدر زعما نمد انا في اوبجيكتيف لو جور وهو يفا دير سا فهمني ما تقدرش تعرف كاين بالك امور شخصيه بالك سي صافي بريفي بال ما تنجمش تعرف لا تقدر تفهم نقول لك كيفاش تقدر تفهم واحد تقدر تفهمها فاروق وي تفهمها هكذا بالوقفه تاع جمال بالماضي هادو واش حبينا نقولوا احنا في كلمه يلاه باش نختموا كلمه فوالا على كي تكلم على بالماضي قولوا برك باللي في المكتب السابق وقت الوراوة فضلوا عليه رايفات اللي قاعد اربع سنين بطالة خمس سنين بطالة فضلوا عليه لي كانز بالماضي جابوا المكتب الحالي زتشي سير تحسب له كاس افريقيا نهضر على لونسيان لا لا لونسيان حب يقول انه الخيارات اللي داروا هذاك الوقت ما كانش خيارات منطقيه انا رحت لكاس افريقيا تاع الكابون قريب هبلت كي شفت لي كاز مدرب تاع منتخب وطني وكان تحاوز ما وتحاوز الفريق لوكران هذا ستان كلوف لابيلجيك اللي كان يلعب على السقوط دونك سي با نورمال كيما قال لك رايفاتش كان 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 خمس سنين بطال بيتيت هذيك دقيقه كانوا يشوفوا بالماضي صغير هذا باختصار باش نختموا شنو القضيه هاد الصحفيين اللي نظلوا ينتقدوا زعما ويهضروا على لو ترافاي ا لون تيرم وحنا ما عندناش مشروع رياضي هنايا جو بونسكو عندنا مشروع رياضي نعاودو نقولوها ما كان حنا رانا اوني با كونتر فلان و اوني با افيك فلان حنا اوني افيك لا باتري وحنا في الاخر احنا في الاخر الاكاديميات ان شاء الله يكملوا فيه هذا ما كان ان شاء الله احنا باش بيروحش الفندق باش نمشي للفندق الانديه الجزائريه والمنتخب الوطني باسكو رانا نشوفوا الانديه كامل تتكلم على مراكز تكوين بصح ولا فريق إذا مراكز تكوين بناء مركز تكوين خاص به ابار نادي بارك يديروا كاع لي زوتيل فوالا يديروا كاع لي زوتيل اوتيل في بارك اوتيل في باش نقولوا فقط انه نعاودوا نذكروا انه الناس اللي تلعب على الشعبويه وتكلم باسم جمال بالماضي جمال بالماضي انسان جزائري اول شيء يحب المنتخب الوطني يحب الجزائر وماهوش يساوم ربما موقف فقط خداه وراني قلت انا نتكلموا على مصادر موثوقه جدا وانا في التلفزيون ما راناش في لي ريزو سوسيو ما راناش في وقت التواصل الاجتماعي يلا نروح الموضوع الاخير في فقره كرونو باش نطويو فقره المنتخب الوطني وكل ما حدث على بالي بك ناخذ لازم بزاف وقت باش نقدروا نتكلموا على بزاف النقاط يلا نتكلموا على قضيه ربما اللي صنعت الحدث في الاسبوع الاخير في البطوله الوطنيه هي قضيه مباراه الثوره وكذلك بارادو واللاعب مداحي اللي كان معاقب والرابطه ربما عاقبت الفريق فريق الثوره اعطيني امينه فقط البيان اللي دارته اداره فريق شبيبه الثوره اللي كانت كلمه على المشكل اللي وقع فيه ولا الخطا اللي وقع فيه في سكرتير الفريق باقحام لاعب مداحي اللي كان
معاقب. المشكل انه مداحي كان معاقب في من المفروض العقوبه تسلط عليه في 5 مباريات ولكنها لم تسلط، لذلك العقوبه هي الفريق الثوره، سيتم خصم 6 نقاط منه مع جمله من العقوبات الاخرى في انتظار التاكيد من لجنه الانضباط. كريم بالعربي كان عندك حديث مع مستشار قانوني اللي كان يتكلم لك في هذه القضيه، يلا تفضل باش نروح نسمعوا التسجيل. يلا فوالا، كما قلت محمد، القضيه هذه صنعت جدل وضجه هذا الاسبوع في البطوله الوطنيه. تم خصم 6 نقاط من رصيد شبيبه الثوره، هذا الفريق هذا اللي حقق 6 انتصارات متتاليه وراه في المركز، كان في المركز الاول. دونك هنا انا كي تكلمت مع المستشار القانوني قال لي، باسكو قبلها كان تصريح تاع زرواطي اللي قال انه الاحترازات غير مقبوله شكلا، لانه الذي تم يعني يعمر رافاي ديروت لافاي الماتش هو فوالا ولفت في ديروت. دونك لافاي دو ماتش ماشي الحكم، المفروض هو الحكم، هو نو هو الامين العام تاع بارادو هو اللي دونك مرفوض شكلا. هنا واش تكون العقوبه؟ ما تكونش خصم 6 نقاط، تكون عقوبه للاعب للامين العام وكذا للفريق، تكون 3 نقاط ماشي 3 نقاط، ما فيهاش نقاط لانه مرفوضه شكلا. اذا كريم بالعربي باش ندعموا كلامك نروحوا نسمعوا التسجيل اللي كان معك اللي كان ليك مع المستشار القانوني رشيد طرافي، يتكلم على هذه القضيه ووضح ربما بعض الامور اللي لازم نوضحها للراي العام وكذلك لانصار شبيبه الصوره. متابع القانون يقول انه يجب على ان يكون الاحتراز اولا قبل بدايه اللقاء، هذا من جهه، ثانيا يكون باملاء من قبل امين العام للفريق او قائد الفريق على حكم المقابله، وحكم المقابله يدون الاحترازات على ورقه المقابله. في زرواطي يقول انه التدوين كان من قبل امين عام فريق نادي بارادو ولم يكن من قبل الحكم. في حالة ما إذا كان الكلام كلام سي زرواطي صحيح وأنه الحكم لم يدون الاحترازات، ليس هو من دون الاحترازات على ورقة المقابلة، هنا راح تكون عقوبة إدارية فقط، العقوبة تمس الأمين العام للنادي واللاعب المعاقب، هنا العقوبة تمس فقط هذين الشخصين ولا تمس الفريق ككل، وبالتالي لا يتم خصم النقاط من فريق شبيبة الثورة. إذا حسب رشيد طرافي المستشار القانوني في الرياضة يقول أنه في هذه الحالة، في حالة إثبات كلام زرواطي أنه السكرتير الفريق هو اللي دون ورقة المباراة وليس الحكم، العقوبة ستطال ربما اللاعب والسكرتير وليس الفريق. نور الدين دريوش، كي تكون فريق وتكون كما شبيبة الثورة اللي راه في هذه الديناميك تاع النتائج الإيجابية ولا متصدر، تغيدك أنه يطبقوا عليك هذا القانون خاصة إذا كان خطأ لا 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 غلطوه سير تغيظك، من حقه. وانا نظن باللي رئيس شبيبه الثوره ما راحش يطلق سي زرواطي، معروف زرواطي يطلق الامور سيرتو اسمه ليكيب تاعو راه في ان بون سيري تاع لي ريزولتا. نظن باللي الغلطه اللي دار الغلطه يتحملها، وهو من حقه يدافع على حقه حتى اخر دقيقه. وعلى هذا اللي ترفع القبعه دائما للسيد محمد زرواطي، لانه واقف على الفريق ماليا ماديا معنويا وحتى قانونيا. اليوم اللي اصبح خبير في القانون، عجبني في التصريحات القناه النهار على ما اعتقد، قال انا ماشي خبير تاع قانون ولكن من وجاي ما عندي كتابه القانون، دونك نعرف نديفوندي على حقي. انت كلاعب هشام نقاش اكيد ربما تغيدك كلاعب، راك متصدر تودون افون تربح فريق بارادو هنا في عقر الديار، وبعدها يجيك هذا القرار، قرار خصم 6 نقاط، اش راح ياثر على اللاعبين لو كان جات فيكم نتوما؟ بيان سور، سورتو كي تشوف الكلاسمون تاعهم كانوا برومي ليدر بون ان اتوندون لي ماتش اون روتار، مي غاست توجور سور اون بون ديناميك، فهمني؟ افون لو تخوازيام ماتش اللي لعبوا، لو ديرني ماتش تاع لا فازا اللي لعبوا، اي لي برومي ديتاشي، ما سافا البيناليزي. ابري واش راح نقول لك على دي طون كون با دوكا واحد ويقول لك الاخر السكرتير تاع الفريق كتبها والاخر. انا رايي دوكا كالي اسكو غير اون بروف تاع شكون كتبها ولا انا في هذه الخطه ماشي كيف كيف بصح انا شغل في القسم سنه اولى دوكا نكونوا واقعيين. الاربيتر ما يعرفش يكتب، قالوا اكتب لي لا لا دوك هذيك الاربيتر بصح هاد الحكايه، مام هاد الحكايه ناعمه شغل لازم
يفوت دي بروف معلومه يفوت ادله بلوتو ادله على لي سي بوين بدايه المشكل الكبير ما دوك سي بوين يقدروا يرجعوا له كما واش هضر الخبير هذا سي صح بصح انت لي سيكريتير تلعب جوار والجوار قال هنا هو المشكل انا دوك سي ماتش فاروق باسكو ماما دوك سي بوين ولا بالك ولا القانون يعاود يرجع لهم ما يلقاو لي كتب فلان بالفلان وكذا بصح انت المستوى انا بروفيسيوناليزم لو جوار يقول له نو ما عنديش انا ما ديتش والسيكريتي يقول له سي بون ما دام ما عنده روح دخل تلعب ما راكش كدايا وفات كونت نلقاو بلي اللاعب عنده لي كارطون كدا هذا هو المشكل دوك تقول لي ميسيو زرواطي بيان سور يجي لي على حقه بصح انت الناس اللي راه معاك كسي سوا لو جوار ولا لو سيكريتير ما على بالوش اسك عنده كات كارطون ولا لا لا هنا المشكل دوك ومن بعد زيد تلحق وين سي با لو ديليغي ولا لاربيت اللي يكتب لافي دو ماتش ما كاش يقول لك تاع بارادو سي اونكور سي باش نتايا تجي تاع بارادو زيد تلصق توجور بارادو باسكو زد شي وكذا تاع بارادو زاد كتب لك سي غراف تما كاع ما يكتبوش غير تاع بارادو اللي يكتبوا ايوا دوكا ما تشوفناش مع الزد شي هذا يجبدوا لنا في كل حكايه والله العظيم هضرنا لا ديرنيغ فوا هضرنا لا ديرنيغ فوا محسن ماني واش قلت لك قلت لك ديرهم لا ديكتي نعيمه من الفوق يولوا لي هذو ما يولوا والله العظيم انا جو ديغيك علاش نقول لك انا باش تكون رئيس اتحاديه ما يلقش تكون ممل ما يكونش عندك ما تكونش لو باسي تاعك رئيس فوالا باسكو ميم سي تكون نزيه الناس طيح عليك طيح لك ميم سي توي كوريكت مع مدوار يديروا قرباج اكسيتيرا ميم سي توي توي كوريكت ميم سي لقاو لك سبا لقاو لك سبا سو بور سا سي بيان داتر نوتر سوسي دي انا كي كنت نلعب في الاحتراف في فرنسا علمونا انه نكتبوا ان كايي يكون عندنا الكالبان في الدار كي يدو لي كارتون نكتبوهم دوك انا جو مي دوموند 2021 يا خويا ما ندي انا باسكو لا لو جوغ وعلى جوغ الجيريان ما يكتبش كوشي جي دوموندي ابري هشام نقاش قلت له اسكو تكتب لي كارتون قال لي وي دونك جو مي دوموند انا يا جوغ لي دي اوتون دارجون ما عندوش ام تي كالبا يكتب لي كارتون جون تاعو يا لو كان يحفظهم ولكن لو سكرتير فضيحه يعني جو في دير كو مسيو زرواطي نحبك ونعزك مي لا فوت تاع السكرتير تاعك ساشون كو لو بورت بارول تاع البارادو صرح قال بلي كونكوا افون لو ماتش قلنا لهم بلي هذا لو جوار عنده الكارتون ما يلقش يلعب عنده كومون وما حبوش يسمعوا له دونك جو بونس كو فوالا كوا دونك هشام 30 سكوند شنو خديجه ميم لي جوار ثاني سون با تاع ابلام يعني كان فاروق وبالك شفا دي فوا دي فوا ما يقول لك كارتون ما يمونسيوني واش وهذا واش صار بالداخل لا 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 انا ماتش كوب دافريك ماتش كوب دافريك كاتاني كارتون ديبي دو ماتش فان دو ماتش شغل كنت طايح جا دخلت لا سيفير باش تخرجني انا فوق لا سيفير زاد لي دوزيام كارتون وما عطانيش روج فاهم صاتون كوب دافريك ماشي خفت ما يزيتيت اذا ندخل هضرت مع السكيتر قلت له عطاني قال لي لا لا خلا غير كارتون جون سما دي فوا ميم لو جوار اي لي با طابلان خديجه يلاه باش نختم بك باش نختم بك يلاه واش قالت ناعمه سي سي بورد امباردونابل تاع الاس جي هذه حاجه باينه مي جو بونس كو يا اون شونس باش شبيبه تصاورات تعاود ترجع نحيو لها هذه يرجعوا لها فوالا العقوبه ينحيو لها تاع الخصم خاصه انه في الطعن اللي قدمته الاداره كاين فيه دليل انه الوسمو تاع الامين العام تاع بارادو هو اللي يدون هذا الاخر وهذا الشيء مخالف للقانون باسكو الرسميين هما اللي نورمالمون يدونوا هذا وحنا في الحكايه هذه كامل غادنا غير مداحي اللي خسروا العرس تاعو اللي كان بالجمعه مسكين وداروا له حكايه قجا حكايه ربي هنيه ربي هنيه مداحي مسكين والله العظيم حبي ريبوز هذه دار سبه فارق حبي ديكونجي او موالف بهذا الفايز انا ما فعل بها فاق مش هذا كي ربي يطلع نروحوا الفقره ختمنا فقره كرونو نروحوا الفقره الثانيه فقره توب افلوب اذا فقره توب فلوب هذا الاسبوع عندنا حاله وقضيه وعندنا ايضا تصريح لرئيس لجنه التحكيم غوتي لكن نبدا من الحاله الاولى تاع فريق اتحاد البوليده اللي كانت عرض لهزيمه في الجوله ما قبل الماضيه المدرب كمال مواسى كانت اول مباراه له بداها بقوه يعني بداها من دون مقدمات عطيني نشوف القرار يا امينه القرار واش يقول تسريح 10 لاعبين من الفريق بعد الهزيمه في مباراة الاولى لكمال موسى كمدرب الفريق اتحاد البوليده يلا ليكرونيكو لي زنفيتي توب ولا فلوب قرار مثل هذا في بدايه البطوله وبدايه الموسم يلا في الوسط فلوب عندنا ساك فلوب وفلوس يعطيني في الوسط بدا باك نايم اي بيكوتي ديجا موسى كو جو سالو كو جيم بوكو كوم كوتش فرانشمون ما شاء الله هي نا با بري لي ميريت كاريزما موسى انا سورتو كي كان جياسكا
Ah, GSK. Mais bon, mais je dirais, N'Goul Top, peut-être a une vision, parce que lui, il adore la jeunesse, peut-être qu'il veut créer un fariq très jeune, pour l'avenir. Flop, je ne peux pas changer une équipe, je vais faire 10 ans dans le Mouloudia, pour que Boualem Chalef, ça ne va pas fonctionner. Ça n'a pas du tout fonctionné. Mais bon, en connaissant l'homme, tu as les défis, je pense qu'il y a une stratégie, je pense qu'il y a une idée derrière. C'est pour ça que j'ai dit milieu. أني في النص. أنا كيف في النص. فلوب نقاش هشام. فلوب بون الشيخ كامل موسى اللي سبق لي وين لعبت عنده وبرزت معاه. جو لو ريسبكت انورميمون. مي جو مشي با دو ميم افي كو لوي في هادي باسكو ماتنون ميم لي زونكاجمون فيزافي دي جوار ايز اون ديجا ايتي بري. ما لو جوار راهو لابس بليدا يفا ريبريزونتي بليدا. ميم سيغ ان بلون بسيكولوجيك بالك بور لي بالك شغل راني شغل سانديكا تاع لي جوار مي سي توت افي نورمال انا واحد من الناس ما نحبش ترى لي اي دي جوار مع ديبي دو سيزون هكذا سافا كريي اون ا فيو لي زيكزومبل اللي جازو على الفرق الكبرى كاع اكزاكتومون خاصه انه كاين سي جورني برك سات جورني تاع الدرجه الثانيه نور الدين درت لي فلوب انا درت في النص كيما كيما نايم ما تزعفش برك باسكو مواسا دوكا معروف بالصرامه تاعو وعنده اون فيزيون عنده اون غروند اكسبيريونس ودوكا هو ماهوش مسؤول على لو ريكريتمون تاع لي جوار جا صابي اون ايكيب بوتيتر عنده بوكو جوار اللي راهم اوتسو تاع النيفو وي من حقه يسرح ويزيد ريكريتي مي او ميم طون ثاني سي تري ديفيسيل باش نسرحوا دي جوار في اون ايكيب سي تري ديفيسيل باش تعاود تولي الفريق عاود يولي المستوى خاصة كما قلت في بداية الموسم فلوب كلام بالعربي فلوب انا الإدارة اتحاد البوليدة هاد الشيء هذا رجعنا لبداية الموسم والانتدابات العشوائية لأنه أنت في نصف الموسم تسرح 10 لاعبين علاش جبتهم من الأول دونك هنا لازم نعاود نطرحوا سؤال آخر كيفاش اندارت هاد الاستقدامات هادية وانت في النص تاع الموسم وكما قال لك نور الدين مواسا ماهوش مسؤول على هاد الاستخدامات ولا لانه التحق مؤخرا برك اتحاد بوليدا راهو في المركز الاخير في مجموعه الوسط في القسم الثاني دونك انا الفلوب للاداره تاع اتحاد بوليدا اداره اتحاد بوليدا فلوب خديجه خداوي فلوب ما فلوب كما قالوا سي كامل مواسا سي مدرب كبير ايتو باغ كونتخ تسرح 10 لاعبين في هذا لو مومون جو بونس كو سي با لو مومون ونروح نعاود نوليو دائما لا ستابيليتي انا جامي شفت ان شامبيونا اوروبيان ولا يسرحوا 10 لاعبين ولا كسوا في الميركاتو الصيفي ولا الشتوي يبدلوا دو جوار 3 جوار مي 10 16 نو واحد ليكيب العام اللي فات بدلوا 13 جوار باش تخلصهم هادو كيفاش تفريها معايا مع ال 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 ايه انا كما قال كريم نوليو الاداره المسؤولين اللي كانوا على الفريق الاولين اللي داروا استقدامات المدرب من حقه تحب ولا تكره انا كان غدوه نولي مدرب نجي فريق ونشوف لاعبين اللي ما عندهمش المستوى ندي 20 صفري ندي زعما تقول لي علاش نبدلوا وي باسكو انا كل واحد عنده نظره ديالو خديجه تبدلي الجروب نورمال تبدلي 10 وي حبسي ما كاش منها المواتي تقدر هي بالك وما حشمش بالك غادي نحيهم كاع يجيب 10 ما ينجمش لا لا نو نور الدين هو دوق بالك عنده ديجا عنده 30 تاع اوفا وكذايا وزيد بالك من 10 دو سينيور ينحي 10 يقعدوا له 15 ولا 12 ولا راه يشوف بلي الجروب هذا ماشي حيروح باه بعيد بالك راح يطلع لي 21 يقول لك نلعب انا باش ما نخسروش دراهم بزاف نعرفوا دوك الازمات الماليه راهي في لي كلوب كاع سورتو بليده ولا دي زونتر كلوب من حقه انا قلت لك انا في بلاصتو من الناس الاولين اللي خلعوا قال لك راح نديروا فريق ونطلعوا صعود وكذا ما تشوف بدايه تاع اتحاد بليده اون ديري با دوجا اون ديري افيك تو مي ريسبي انا بليده كان فريق وين لعبت كونتر عليه بلاعبين دي زانترناسيونو لي زواني لي زان وكربازا وكذا بعد تشوف الفريق او كوندي انا مو بليدا تما هما في الجروب تما في السونتر رمي الامريكي تشوف تاريخي تاريخ وكذا تشوف باللي المستوى ما راهوش يسمحوا لنا اللاعبين هذوما المدرب من حقه عادي
قال انا حبيت نخدم طاك 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 نحيل نورمال. لو كان في بدايه الموسم وكدايا جا أنا جا اوري صار ماشي فلابوتي فلابوتي انا لا فلوب بوكو بليس الاداره الاولى. وانا من وين نبدا اليوم؟ شفوا كامل نعيمه كونسونتي ما راح نقول حاجه مهمه اليوم لو 22 مارس في فقره توبي فلوب لاول مره فريق بالقايد يبدا. راني معك يا ريم. انا معك يا ريم مبروك كبريك اول مره اخويا كاري ما قدرت دي مصداقيه ها قدرت لي كريدي معك في جناحي. يلا نروح على الموضوع الثاني اللي خيرناه هو تصريح رئيس لجنه التحكيم غوتي اللي كان تكلم وقال انه التحكيم في الجزائر يبقى تحكيم خلينا نسمع خليكم تسمعوا تما واش قال وبعدين نعاودوا نجوا نعلقوا مع لي كونسيلتون. يلا مقبول نسبيا معني ما نقولوش مقبول 100% وانما مقبول نسبيا لان كي نشوفوا نلقاو 200 مقابله ولا 250 مقابله تلقى فيها 5 مقابلات ولا 10 مقابلات فيها اخطاء نقول مقبول نسبيا. كيما نقولوا حنا عقوبات الحكام كيما راهو اللاعب يتعاقب كيما الحكم راهو يتعاقب صدر موش معاقبه هي السين ميزا ليكار دي ديزينياسيون تو كور ماهيش معاقبه يعني تاديبيه. إذن كان تصريح سيد غوتي رئيس لجنة التحكيم في قناة الشروق وكان يتكلم على التحكيم قال أنه التحكيم يبقى مقبول نسبيا قال مقبول نسبيا قال مقبول يلا بوب ولا فلوب مقبول نسبيا مقبول نسبيا مقبول نسبيا مقبول نسبيا يلا نبدأ بكريم أو زعفان ودار فلوب يلا أعطيني كريم بلكا ويتكلم مع احترامنا للسيد محمد غوتي لكن نظن أنه بلكا ويتكلم على بطولة أخرى غير البطولة الجزائرية اللي أنا نشوفه فيها كل أسبوع كوارث راهي تصرى. أنا كمتتبع نشوف أنه كوارث راهي تصرى في الملاعب الجزائرية أخطاء تحكيمية بدائية قولوها بدائية دونك أنا جو با تصريح هو قال لك 250 بالك نحسبوا بالك 5 ولا 10 مباريات فقط اللي كان فيها اخطاء ربما جسيمه اثرت في نتيجه المباراه. انا نظن انه بالك 50 ولا 70 مباراه كانت فيها النتيجه يعني اثرت اخطاء تحكيميه على النتيجه النهائيه نتيجه المباراه. دونك انا زعفان وراني خلطتها كاع بزاف قليله والله انا ما تزعفش والله غير قليل نو باسكو سي غراف على بالك اون 2021 مازال ما يعرفوش لورجو مازال واحد الاخطاء ضربه الجزاء ضربه الجزاء برا تتحسب ضربه جزاء ما تزعفش خلاص كاين لا 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 ماشي ما تاكل لا بزاف ماشي فارق فقد المصداقية تاعو فقد المصداقية نتاعو خلينا نسمع مرزين. انا درتو ميليو باسكو واش شفت يعني كاين نيت اميليوراسيون في التحكيم الجزائري بارابور لي زاني اللي جازو مانيش عارف بارابور الوقت اللي رانا جايزين فيها في لابونديمي ما كاش لابريسيون ما كاش بيبليك البيبليك اللي ولا لا مين كورونت اللي تاثر على التحكيم على سيرورة مباراة بصفة عامة فوالا وميم طون يعني كاين ثاني درت في النص فلوب يعني راه كاين نقايص ثاني اللي لازم نطوروها في المستقبل يخدموا عليها. هشام قلت لي ان توبراك جوار اكتويال بون انا درت ما فهمتش في الاول ما فهمتش مليح واش قال حتى فهموني ما فهمتش هو قال نسبيا مقبول تما شغل ان بورسونتاج تاعو يسون بيان وي باسكو لي زيرور كاين انا اونطونك جوار نشوفها يا دي ماتش وين ليكيب تاعي لا ايتي سانكسيوني في لي ماتش بارابور يعني على لي سيزون بريسيدونت يا مون دوكا ما على باليش كنت قلتها لك من قبل ما على باليش اذا سي الويكلو كي في كو ولا مي يا اون اميليوراسيون بارابور فهمني دوكا اليكستيريور باغ اكزومبل اون فوا تشوف لي سكور يقولوا لك شوف لي دي كلوب لي شوف البورسونتاج تاع لي كلوب لي بوف غاني على ليكستيريور اللي طالع شويه تما هنا سي لاربيتراج اللي با موفي على سبون اللي با يا دي زيرور سي توت افي نورمال ابخي واحد يتحمل المسؤوليه وكل واحد وضميره ثاني هشام اكزاكتومون الميليو توجور شد الوسط كي شد غير العصام الوسط اليوم في كلش في شي بالماضي في الثوره في اكزاكتومون باسكو دو شد العكازه من الوسط من الوسط اش قلت لها؟ نو لو كان شديت العكازه من الوسط راني حسره زغرت اليوم غوتي اونفا شفت غوتي في التلفزيون يحضر لا لا كان يهضر بزاف ما شفتوش لا لا صافي لونتون ما شفتوش سي غوتي تحياتي على بالك بلي كنحبك بيا بزاف لا علينا انا جو بارل كاين دي ماتش كاين دي ماتش غوتي اوف ليسباني انا نقول له غوتي غوتي تاع الريال يقول لك لا انا نقول له غوتي جامي نقول له غوتي سي غوتي اي الي جالوز يجي يحوس هنايا لا 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 انا ايماجينيت لي دو بيرسون غوتي لا لا لا
غوتي 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 جي غوتي اللي جالو قلت لك غوتي لا علينا دونك جو ديزي خا اجوردي واش بيكم قلت لك جي في دي ماتش او سوزا نعاود من الاول لا كملي كملي المهم كاين دي ماتش بيان Je rejoins ce qu'ils ont dit, l'ex-joueur d'Iriwashi Nakash. Il y a des matchs bien, il y a des matchs où il y a des matchs qui sont bien. Je suis d'accord, il y a des matchs à 100%, le cas à 100%, 90%, tu es allé. Mais ça va, ça va. Hadaya, ça va, dû parce que les matchs ils sont à huis clos. C'est pour ça que les arbitres ont avec la pression, ont avec le dort de l'Idara ou de le public. Donc je pense que. Ça va. Ce qu'il a dit, c'était correct. Lesbienne, voilà. Ça, lesbienne ça va. Guti Hernandez. Oui. Ah. Oh, l'arbitre, là, c'est... C'est top. Là, là, dirte à Agda. Ah, flou. Ah, ouais, gagne, flou. Ah, ouais, flou. L'arbitre, là, c'est difficile partout. Mais si, championnat d'Yenna, quand tu dis championnat d'Yenna, ou... Je trouve presque le dernier. Même en Europe, c'est... Où qu'il n'est pas de la VAR, je ne me rappelle. Parce qu'il y a une erreur grande au haut niveau. حنا في الجزائر نعرفوا الاربيتراج مسكين يحكم طاكسي ويروح والمشاكل ويجي داخل يضربوه وكذا الاخطاء ما كاش اللي ما يخطاش انا جوي كونت الاربيتراج اللي يتوشيوه ويخسر مقابله باسكو في ماتش تقدر نقدرش انا نقدر انا نغلط ما نرفدش وكذا بصح بنيه باسكو ما نقدرش ندخل في النيه ديالو باسكو سي قلت لك سي ديفيسيل تسيفلي ان بينالتي يقدر يكون لا لا انا شوفوا لافار راكو تبعوا كاع ياك الفوتبول الاوروبي الاربيت يحبس في الماتش واحد سي فوا يشوف يعاود يشوف البيت ولا بيت لوغ جو ولا لوغ جو بينالتي ولا باش ما يغلط في حق حتى واحد راك الله علاش قلت لك دوك حنا نحبوا نكرو حنا عندنا شويه اوني فيسيو لازم لنا لافار باش هكذا واحد ان شاء الله ما ندولو حقه باسكو كي تكون لافار باسكو الاربيت هذاك اللي في نيتو راهو يخدم الطرف كي تكون لافار ويكونوا دور بدايه يقدر خلاص سيرتو كي لي موان كاين فارق باش ما نكذبش باين بلي هذه بينالتي ماشي بينالتي مي بصح نقعدوا هكذا ما تقدرش تدخلوا في ليتو محمد الغلطه كاع الغلطه دوك تقدر دارها عمدا عمدا ولا بليتو هذه ما نقدرش باسكو اربيت يقعد انا تريما يغلط ويقدر يغلط ختام وهميس كليدي ها درتي لنا فلوب لا فلوس انت ثاني فلوس انت قاعد عاد بغيتي دو كوبي سيغ عيطوني بالوسط باسكو حيحبوا يموني كاع على راسي نو سانسيرمون في الوسط باسكو صح كي على حسب واش سمعت كاين سي فغي كو هاد العام كاين اون سارتان امليوراسيون راحت لي الفكره بصح نو بصح يفو افوي ثاني كو كاين دي انا بور موا كاين دي كلوب فافوريزي شويه في التحكيم باش نقدر نقول ونسكت مثلا مثلا يبقى رايك خديجه باش كانوا ينظموا ايام تكوين المدربي كاينين الحكام بيان سور كاين بصح كاين اشكاليه يقال انه لما تسلم الامور او تسند الامور لغير اهلها قد تكون نتيجه اذا كانت نتيجه سلبيه لانه غوتي غير محسوب على قطاع على سلك التحكيم وهذا اللي صرا وسعود كوسا واحد اللي كان ينسحب نعاودوا نقولوا الكلام تاع المقبلات اللي قلنا المكتب الفيدرالي ضعيف لازم هذه محمد زوني هكذا من الاخر باش نختموا فارق شوف جيب لهم مير ما باليش اونسيان اربيت كدايا انت كي ما تكونش واش راح يونطريني كالبي تقول لك لور جو كيفاش بصح يدخل التيران يدير براسو اللي ما بارك الله فيك جيب لهم جيب بارك الله جيب لهم هذا سيليكتور ولا كيما يسميوه ما يقدرش الاربيت ولا كانت نيدو فاس دا يقعد فاس بحس بلي حتى التكوين تاعهم ماش عباك وين فقدت الامل من الاربيتراج كي فقدت الامل من الاربيتراج كي ولاو يكريتيكيو ريال مدريد يقول لك سون فافوريزي باغ لي زاربيتر هذه هنا جبتيني خالد عندك زائد واحد وقانونك خالد صابان بهذا نصل الى نهايه فقره ثانيه فقره توبي فلوب احنا على بالكم بعد الفقره الثانيه نروحوا نسمعوا شويه غنى على بالك نرضي معليش ديروا شويه غنى نسقموا شويه الحاله يلا نسمعوا اغنيه جديده الجروب الزنقاوي اللي طبعا هو يمشي بزاف هاد الايام دي دين كامون باليرمو وكاع المجموعه في هاد الاغنيه الزنقاوي شوفوا الكليب تابعوا الاغنيه نعاودوا له باش يكملوا متابعه عن برنامج الصباح بقى معنا
اذا كان هذا جديد زنقاوي جروب زنقاوي بغنيه زنقاوي ايضا اللي تابعتوها في برنامج نفس البالون في هذا الفصل الموسيقي. لحقنا الفقره اللي نحيو فيها البلاطو باش احنا دوكا قبل ما نديرو اغنيه نلعبو شايف لازم نلعبو باش من بعد نروح نكملو في السيريو. دونك عندنا مجموعه من الاسئله لكن بعد هذا الجينجل لفقره تيكي تاك. اذا فقره تيكي تاكا لهذا الاسبوع حتكون مجموعه من الاسئله كما تعودتوا عليها ومثقفه العمر راني خير الثقافه العامه باش ما يعرفوش اللي يتبع الفوتبول ولا لازم يتبحر ولازم يخسر لو برينسيپ لي زانفيتي لازم تعاونوا نعمه باش تربحوا بالقائد. بالقائد انسان ما يحبش يخسر ويحقرها دونك لازم نتوما توقفوا معاه باش ما يحقرهاش وباش تشوف بلي كان اون تفارق خديجه هي امي جو من الاسبوع اون فاس لا لا باش هاديه باش باش شفتوها شفتو نوردين يدير لك الماركاز خلاص لا لا باش تشوف بلي لا باش تشوف بلي كان ما نخدعش خديجه هي اللي حضرت دونك خديجه جيت توقفي هنا باش ما تغشيش تفضلي روحي هنا هي اللي وجدتهم خلي التليفون جيبي التليفون باش نغش باش تغشي يلا تفضل غادي هنا وما توري لهم شوف عسيا باسكو تاخذ لي ريبونس هي اللي جايه اللي بريبارات انا نعس يلا اعطيني السؤال الاول امينه هاي قرا لهم السؤال اللي درتي هاي الوغ بروميير كيستيون نجيب محفوظ هو الاديب العربي الوحيد الحائز على لو بري نوبل للادب سنه 88 هذا هو النيفو خويا فاروق ما تهضرش كاع معايا فاروق نوبل دوكا ما فيه نجيب محفوظ كاين ولا ما كاش كاين ولا ما كاش نجيب محفوظ صح وقيل مشيت 88 نجيب يلا صح الجروب يكون جميع لازم تفهموا لازم تفهموا على لا بون ريبونس نجيب محفوظ الاديب المصري نجيب محفوظ 1988 صحيح او خطا صح اذا جبناها كيف كيف ما تري شيء لا لا ما تري شيء انا معاكم انا هي بالقايده وتري شيء بالقايده تليفون فاروق قالوا لي بلي كاك تشوف تليفون قالوا لي يا فاروق قال عندك الفار يهضر على الفار يهضر على الفار ويكريش هيا خلاص الوقت هيا طلعوا يلا 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 هيا وي 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 الاجابه صحيحه جواب صحيح نعم بريمي بوان هذا الجول ها شوف شوف هاي مازال دايره مع دارت المنيو دارت المنيو ثاني في الوسط لا 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 جي جي وي بون ليكيب ليكيب انا نشوف انا سي مو كي ديسيدي فوالا سي ما تخافش كاين حاجه السؤال الثاني شنو؟ يلا سؤال ثاني واش يقول؟ امينه السؤال الثاني واش يقول؟ شبه الجزيره الايبيريه تقع جنوب غرب درنا شويه كذا درنا شويه وتتكون من اسبانيا البرتغال واندورا صحيح او خطا؟ خمم مليح يلا يلعب وحده جزيره الدول عندها دول عندها دول عندهم صح صح متاكدين؟ كابيتان دي كيب بون سؤال خطأ جواب خطأ سؤال خطأ هو من إسبانيا البرتغال إيبيريا أندورا وجبل غارق منطقة جبل غارق طبعا هذا هو الجواب شبه تقع جنوب غرب قارات اوروبا وتتكون من اسبانيا وبرتغال هذه هي ما قلتي لا لا هضر معايا انا هذه لا لا ماشي اقدم خديجه خديجه ما تخافيش روحي كملي خديجه كملي يلا واحد واحد السؤال اللي بعده هاي راح نشوف ما تكوبييش حي واش يقول كوكب الزهرة هو أقرب كوكب للأرض ماشي الزهرة 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 دونك أنا ما نديرش لا زهرة لا والو أنا زهرة يا خويا شكلي شكلي خديجة شكلي خلاص والله يا فاروق هي اللي دارت لي كيستيون والله هي اللي دارت لي أسئلة وقالت زهرة زهرة يا خو هاي هاي الزهرة أبشر كوكب الزهرة اسمع لي كوكب الزهرة هو أقرب كوكب للأرض صح؟ برومية كوكب الزهرة الزهرة الأرض قاموها الزهرة الزهرة ذاك الإجابة هي خطأ كاين عطارد كوكب الزهرة انا عارفش انا بالعربية زهرة ممكن عطارد اذا ما ريبونس عطارد سمع غلطوا فوالا غلطوا غلطوا كاع عندكم انا جبتها قلت لك عطارد اه شات قدام لا لا قلت عطارد لا قلت لا قلت عطارد قلت عطارد قلت لك داير راك داير راك داير راك داير لا لا معليش هيا سويفا السؤال اللي بعده دايما هكا باش باش نعاودوا نفكروا واحد 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 الوغ شلالات نياغارا هي اطول شلالات في العالم صح او خطا صح او خطا نياغارا لا شي دنيا غارا اي وي لي شي دنيا غارا كندا وداير هي اطول سي بون
واش راك دير شحال فاشلين والو انت قاطعه جواب خطا شكون سلاله انجيل جايه في فينيزويلا فينيزويلا ماشي تابع لينا فينيزويلا ما نقدرش نعرف انا مازالكم ركزوا لنا شويه ركزوا ماتش مزير خديجه ماتش مزير ماتش مزير وي بون اي نروحوا سؤال تاع فوت شويه يا روح عنده علاقه بالفوت عنده علاقه بالفوت يعتبر نجم الانجليزي ديفيد بيكام من نجوم كره القدم اللي داروا تمثيل يعني تورناو ان فيلم است سي فري او سي فو حبس وي نعم او خطا تمثيل داروا تمثيل اسمه ان فيلم لعب ان فيلم اه وقيلا لعب رول وي نو صح او خطا ما لعبش صحيح لازم تجاوب مع ليكيب تاعك ماشي وحدك صح 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 هيا نعيمه يا 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 هيا نعيمه علاش انا باش فنان فنان وي سي فري لعبت في 2017 شوف الامانه تا ما يديرش فيها كونفيونس ما يديرش فيها ثقه قلت له قلت له ايه وما درتش عليا ما درتش عليا كريم بالعربي قلت لك اه قلت لك راني معاكم هما مدير وانا ما شلا ريبونس انا شتا لو فيلم ده خرج عام 2000 لو كينغ ارتور كان تي غول هكذا هذيك حقرتونا فيها خلاص راكم دو اكيد بارك الله بحكم لي بحكم لي هكذا مازال يلا السؤال اللي بعده خلاص السؤال الاخير واش يقول الكريكيت هي اللعبه الاكثر ممارسه وشعبيه في العالم بعد الفوتبول سي فري او با الكريكيت راكو زوج واحد يلا 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 صفا اكثر شعبيه لا شنو هي الشعبيه كريكيت يعني ابخل الفوتبول بعد كره القدم كريكيت اللعبه الاكثر شعبيه تفهموا 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 ماشي واحد على واحد هكذا مليار ونص عنده فلوس مليار عندهم استرالي داروا ما شاء الله داروا ما شاء الله داروا حنا نتشاور نتحدى غير ما شفت سمع السؤال سمع خديجه سامح لي هذا السؤال يا يربحوكم تيغاليزيو يا يربحوكم تيغاليزيو راكم دو زوج واحد هاي سي بون سي بون انا عقل باك داو خلاص هاي درنو هاي درنو خلاص والله خدام الجواب يا نعيمه partout ici pour تقليل الهند فيها مليار ماشي غير ايه زيد الاسترالي لانجلتير إذن فقرة أوف سايد لهذا الأسبوع طبعاً راح يكون عندنا موضوع خصنا للحديث عن الرياضات الميكانيكية التي أصبحت تستهوي النساء عندنا حوارين مع الليزان فيديو تاعنا أيضاً نوردين دريوش وكذلك هشام نقاش قبل ما نروح الحوارات نتابعوا هذا التقرير وهذا الروبورتاج المستغل اللي أعده الزميل طارق بغراب حول الرياضات الميكانيكية كما قلت التي أصبحت تستهوي النساء ثم نعود للنقاش في البلاط في السابق كانت الرياضة الميكانيكية محصورة على الرجال فقط، أما الآن فأصبحت المرأة الجزائرية تتألق في عالم المحركات وتغير نظرة الشعب حول قدرة المرأة في القيادة ومسح الصورة اللي كانت دائما حول عدم قدرتها للقيادة بسرعة. اختلفت الأعمار واختلف الشغف بين السائقات في هذه الرياضة، غير أن القاسم المشترك بين كل السائقات هو أن المرأة الجزائرية باستطاعتها دخول أي مجال حتى لو كانت الرياضة الثقيلة. المرأة الجزائرية معروفة كما نقولوا لي ديفي تاعها راهم معروفين و سي بور سا حنا نسجعوا هذا المبادرات وان شاء الله يكونوا في كل الاختصاصات وفي كل الرياضات ان شاء الله كان دوبل بوين بوزيتيف الاولانيه سي لا بارتيسيپاسيون دي زاتليت
et en plus des officiels. يعني c'est une première, donc ils sont à féliciter le جماعة à l'organisation. يعني ارتأينا أننا يعني نقدم شيء مختلف, شيء مختلف للولاية تاعنا, الولاية الناشئة الكبيرة الجميلة, وكذلك حبينا يعني نزيدوا لمسة, لمسة تكون يعني جديدة للولاية تيبازا. الرياضة اللي كانت تستهوي السيدات أصبحت تجلب الشابات في مقتبل العمر, وما اختاروش رياضة أنثوية أخرى, بل فضلوا يكونوا قائدات وسائقات في رياضة كانت حكرا على الرجال. موالفين يكونوا لي جون فيم هذا العام بلوس, هذا العام كاين دي بيلوت صغار, بنات لي بيلوت القدم, وكالكو زونسيان لي شامبيون تاعنا تلكو سليمة تلكو سبور ميكانيك سي دون لو سون. انا تربيت دون اون فامي لي غاي يحبوا سبور ميكانيك. نو ابري سي ان شوا, سي فري هي قيدتني شويه, شغل جبدتني شويه السبور ميكانيك, مي سي ان شوا. ان سيرتان مومون نتايا تو بران لا ديسيزيون, سوا تدخل هاد الدومين سوا لا. وكي قلت لك راه في لو سون, تما انا جي شوازي هاد الدومين. ورغم الصعوبات اللي كانوا يعانيوها في السابق في المسابقات, غير ان المشاركات اكدوا ان نظره المجتمع تغيرت نحو قياده المراه واصبحت مقبوله مقارنه بالسنوات السابقه. Voilà, justement, c'est que c'est ce genre d'événement. Hakda, on peut montrer aux gens, même les femmes qui veulent apprendre ou là, venir participer ou là. Pour le Hambili, il y a une fédération, il y a des femmes qui participent, il y a des femmes qui sont membres des clubs, des clubs, et il y a des rallyes, il y a le rallye des colombes. Il y a eu 15 éditions, c'est un rallye international. Voilà, Hakda, c'est avec ces événements-là que qu'on prouve aux gens qu'il y a des فام بيلوت. هذا الميكانيكية هنا في الجزائر ناقصها بزاف, ماذا بينا نزيدو نشجعوها باش تتطور. حب هذه الرياضة من طرف النساء خلاهم يشاركوا حتى خارج الوطن ويحققوا نتائج طيبة على غرار المتسابقة. J'ai participé dans un rallye international en Georgie avec 4x4 et j'ai classé la deuxième mondialement. كي لحقت لتما كانوا يقولوا لي انت يا هكايا راح تسوقي 4x4 اوف رود اي تو, نقول لهم بان وي سا في ريان دير. فوالا سي انا نقول لهم بلي توجور conduire c'est pas pour une femme ou là pour un homme et tout, il faut savoir manipuler la voiture ديالك. في الاخير طالبوا السائقات بالدعم الكامل للرياضه الميكانيكيه النسويه واكدوا ان هناك مستقبل لهذه الرياضه في الجزائر. العنصر النسوي راه غير يزيد في لو نيفو, يعني راني نحكي لك فريمون في لي غروس كورس العنصر النسوي حاضر, وحاضر كاليتاتيفمون, يعني في يا دلا كاليتي دونك راهي كل عام منحه تصاعدي في لا بريزونس فيمينين في لو نيفو. قلت لك حنا ماذا بينا نزيدو نشجعوهم, كاينين اللي مالفين يشاركوا وكاينين جبناهم جدد باش يحبوا هذه الرياضه باش يشوفوها, باسكو لو كان ما يسيوهاش يخافوا. إذن كان هذا ريبورتاج الزميل طارق بوغراب, وإن كانت تنقل إلى الدورة ربما في ميناء تيبازا واللي كان فيه ربما النساء اللي كانوا حاضرين في الرياضة الميكانيكية. نعم الأودي باش تشوفوا اللي كانوا نشجعوا النساء ماشي غير في الفوتبول في ميناء, نتكلموا على الرياضات الميكانيكية. بصح هما ثاني حشموا شويه كو دنيتو كلش دوكا راه مبابا في دوكا رالي مرا دير رالي كاين اللي ما عجبهمش الحال ما عجبهاش الحال لك راني قصر ايوا راني قصر سان نو فو نيكزيستي با سان فو نيكزيستي با حنا اكزيستينا قبلكم معليش نو مي موا جو ديغي كو برافو برافو الانيسياتيف هذه يعني باش نقول لك بلي كاين نساء نساء يعني يعرفوا يسوقوا يسوقوا يعني كونجوي تري تري بيان ميو كو لي زوم, ولكن يعني نتمنى انه الاتحاديه الميكانيكيه انه للشعب الجزائري دونك إما حساسين جدا لما المرأة تتكلم. شوفي يا بابا لا علينا. أيا قلت لك الاتحاد يعني نتمنى انه الاتحاد حتى الدولة الجزائرية ان شاء الله سواء للرجال ولا للنساء يعني يديروا لهم ان سيركوي ويقدروا يمارسوا الرياضة هذه يعني
دي سيركوي اكزاكتوم حنا نقولوا واحد ماشي نروحوا دي جيب الكومبو عندو الحق يعطيك الصحه يدوا لنا دي سيركوي باش الناس هادو ما يمارسوا الرياضه ان توت سيكوريتي باسكو ما يخفلكش انه يديروا دي سيركوي تري دانجورو كاين دي بوبليك يقعدوا في وسط الطريق دونك يقدروا يكونوا دي اكسيدون غراف يعني نتمنى انه المراه الجزائريه ماشي غير في لا كونديت لا فام الجيرينا لي بيلوت لا فام الجيرينا لي جينيرال لا فام الجيرينا لا فام الجيرينا لا فام الجيرينا تحيه للمراه الجزائريه تحيه للمراه الجزائريه بيان سور حنا فونتو غيشتي واش درنا حنا في لو 8 مارس كرمناكم كامل وجبنا ليزانفيتي تاعنا حاجه مليحه بيان سور حنا خوات انسان يسوقوك دايا صافي ان كون مي بصح بكونغو نو ما عندهاش سكيف على مونك دو موايان نورمال سياره خاصه شوف شوف عندنا زميلنا والله صاحبنا صديقنا كونغو تي باردو خديجه كونغو خديجه سمحي لي ما كانش قال الانوثه الانوثه ما كانش فارق حنا لازم نحيو من هذا المنبر زميلنا ومسؤول البرمجه رشيد بودومي اللي كان قدم لها يعني اقتراح باش يعني تغير السياره واحد التفاصيل في السياره ما حبيتش ربي يسامحك الله ما نسمع لك هذا لا ما نهدرش انا رشيد وايد براسه انا ما نهدرش يلا بهذا طبعا نطويو هذا الملف لانه كان ولا هذا الموضوع لا لا يهضروا هما واش حبيت تهضري؟ ها ماشي عندها الكونغو قال لك قبل ماشي عند الكونغو سياره تجاريه نو مي صافي بليزيغ اليوم ولينا نشوفوا المراه باغتو في لو دومين سبورتيف حنا باغ اكزومبل انا ونعيمه دي فوا شحال من خطره ينتقدونا وي بلاصتكم في الكوزينه ما تهضروش فوت ما تهضروش بالون مي جو بونس كو اليوم الموند ا ايفولوي نقدروا نشوفوا مراه ال كوندوي دير ان سبور ميكانيك دير تنس دير فوت دير ولا تهضر حتى باوي اليوم جو بونس سبونس هذه عقليه ذهنيه احنا تروح باسكو يا دي طالون والمراه انا نشجع الرياضات النسويه دونك الرياضات الميكانيكيه طبعا الرياضه النسويه شجعوها الرياضه الميكانيكيه بالك تجي بيزار شويه عند الشريحه انا واحد كيشتهم يديروا رالي ما كنتمش عليهم كنسيدو فوالا انا ما كنتش عليهم ما كنتش عليهم ولكن يكون معاهم باسكو بالسياره تاعهم تما سافا كوتي ترو شير ترو شير ترو شير ترو شير يلا خلينا نروحوا ماشي الفقره ولكن الموضوع الموالي باش نبداو ليزانترفيو تاعنا في فقره اوف سايد إذا كان ممكن أمينة نبدأ مباشرة خليني نبدأ مع نور الدين دريوش أو بعيد أو الهيكة باش نبدأ به الحوار تاعه خايف ما تخافش نور الدين دريوش لا لا أنا شوف أنا راني بعيد أنا هنا بعيد كذا صافا مسافة الأمان راهي كاينة نور الدين تفاصون بارك الله فيك لك حضر معنا اليوم باسكو أنت قليل الظهور إعلاميا في مناسبة قليلة جدا سؤال يبدأ أولا علاش نور الدين دريوش راهو بعيد شوي على كره القدم على الميادين خاصه على فريق فريقك فريق شبيبه القمر ها بون ما ماشي قضيه رانا بعاد سي با فولي ولا مي حنا وني سيدات توجور في نو دومين اللي كبرنا فيه او فاروق او نقاش هي نعيمه على بالها سانو مونك مي لا غالب ما صبناش روحنا ما صبناش بلاصتنا وين تروح البيبان مقفولين حنا ونساي دو كيما يقولوا ديباسيو هذه الحواجز مي سي تري ديفيسيل في الجيري ان اونسيا يجي يخدم فوتبول سي تري ديفيسيل حنا رانا نخدموا في لي كلوب انا نخدم في التيران مي تصيب بزاف عراقيل الناس تكون تشوفك من برا ان اونسيان غروند جلوار تاع الفوتبول الجيريان كي تجي كاين الناس بزاف عندهم لا ميشونستي تجي تعرقل وتجي توقف لك باش ما تقدرش انتايا تنجح وتنجم تكون عندك بصمه في الكره الجزائريه. الفريق اللي صنع تفضل كمل تفضل. نو باسكو هاي صرات لنا وراني اون ريلاسيون بريسك مع تو لي زونسيان جوار رانا نتلاقاو رانا نديرو يكونوا دي جوبيلي يكونوا تظاهرات ونتلاقاو. وحتى مام رانا داخلين في دي جروب دو واتساب ونحكوا المشاكل تاع لي زونسيان جوار عندنا ما نقدموه يعني لي جوار لونسيان جوار عنده اناكي عنده ان باجاج اللي ينجم يمدوا الفوتبول الجيريان ورانا ما كيما يقولوا رانا ان بو حاصرين ما نجمناش كيفاش نخرجوا هذا القوه اللي عندنا ولا العلم اللي عندنا امكانيات ولا واش امكانيات رانا كيما يقول لك ما صبناش الضاله تاعنا في المحيط هذا تاع كره القدم. نسقسيك على فريق الوضعيه الحاليه تاع فريق شبيبه قبل ما نجي لك للحوار باش نعاود نولوا بعجله الزمن الذكريات الجميله اسكو اليوم نور الدين دريوش راضي على فريق اللي صنع له
اسم طبعا نتائج الان في صالح الفريق، ولكن كان فيه صراعات في فريق شبيبه القبائل مع رئيس شريف ملال اللي تمت تنحيته وداروا يزيد ياريشان كرئيس المجلس الاداره الى غايه نهايه الموسم. اسكو كنت راضي بواش كان صاري بالحرب اللي صارت بين ليكلون اللي كانوا في البيت القبائلي؟ نو سي سير، هي نيمبورت كال فيس دي كلوب اللي كما يقولوا يكون كل الاحترام والحب للفريق هذا، هذا به الفريق هذا دائما يكون او توب، يكون او سومي. هذه كما يقولوا هذه الانقسامات هذه ما تشرفش الفريق. صح، فريق كما شبيبه القبائل اللي عنده تاريخ حافل، خرج يعني جيل كبير من اللاعبين، يعني من وقت الوقت اللي تاسس حتى البكاء، يعني هذه حاجه ما تشرفش الفريق. احنا ماذا بينا كما يقول لك يشوفوا فريق دائما في احسن الاحوال، دائما يفرح لي سيبورتر تاعو، يفرح الشعب الجزائري. الفريق يعني في الاونه الاخيره راهو بتات احنا ما كناش نستناو فيه ليكيب، صراو دي بي كالك بروبليم، وين مع لافوني تاع لونترينور هذا، وين شفنا فريق بان بوجهه مغاير، يعني راه نشوفوا فيه الاحسن. الفريق راه لاباس به، مي كاين مشاكل اداريه، كاين عده سي دي بروبليم، صراعات اللي راهي في الاداره. ان شاء الله احنا نتمناو الافضل يكون لشبيبه القبائل، واحد اللي يقدر يرجع الفريق المستوى تاعو، يمثل الفريق احسن تمثيل، لانه فريق هذا فريق عريق وكما يقولوا ملك لكل الجزائريين، ملك لكل الجزائريين. وكان يشرفنا وكان يفرحنا سيرتو في وقتكم وين جبتونا لطروا كوب دافريك في وقت اللي كانت الجزائر بحاجه ماسه الى ربما افراح، وين اجتمعنا كمل في ملعب 5 جويلية، شجعنا فريق شبيبه القبائل اللي هذاك الوقت كان شبيبه الجزائر. نعرض عليك بعض الصور المسيره تاعك نور الدين النادري واش تعلق عليها. عطيني الصوره الاولى امينه باش نبداو حوارنا ولا مع نور الدين دريوش. هذا فريقك السابق ولا الجيل اللي لعبت معاه نور الدين دريوش، هل تعتبر انه هذا افضل جيل مر على شبيبه القبائل؟ ما احنا ما نجموش كما يقولوا نقصي حتى واحد، ولكن هذا بارمي الميور الاجيال يعني الكبيره اللي جوا اللي مدت شبيبه القبائل، وعلى غير الفاروق بوتي مواني اونيتي ان جروب، اونيتي ان فامي كما يقول لك فاروق يعرف بابا، يعرف يما، انا نعرف كيف صحاوته كاع كاع لي جوار، سما اونيتي طريلي، كنا نخدموا نتعاونوا بعضنا بعض، ندافعوا على بعضنا بعض، سي سا كي في نوت ريسيت. والحمد لله كما يقولوا الريزلتا هو اللي يتكلم على الباساج اللي جزناه احنا في شبيبه القبائل. علاش ما نشوفوش دي جوار؟ باسكو انتم كان كنتوا ديجا هنا دي جوار جون بهذا النيفو اكتويلمون في الشامبيونان ناسيونال، باسكو هنا كي نهضروا من الحارس حتى المهاجم ولا واش من الماتش هذا كاع دي جوار اين يشفاو واش من المباراه هذه واش فعل عليها باوي يا ربي. نو ماتش تاع كوب دافريك في تيزيوزو سي ار بي كاتا زيرو سي ار بي ها واش فعل كاتا زيرو ماركا عباسي دوب ماركا هو فاروق فاروق ماركاش انت هنا وي فاروق كان كان بومو هو اللي هذه انيكدوت عباسي كي جا جياسكا عباسي اللي تي طالونتيو عاوننا بزاف جا مدنا وي ان سوبليني من فاروق ونازف بن دحمان هي نورمالمون هو اللي تي روليور لي بال كاع يجوز عليه هما ريكيبيريو لي بال يمدهم له هو يمد لي زاتاكون يدير لا فينيسيون ولا وي فاروق وميمو ونازف يحكموا لا بال من السونتر تلقاه في الديزيمات تلقاه في يماركي لو بيت ما عندوش ما يمتش يدير يروح يتكى عليه ويروح تالمو يزيتي عندهم لا كاليتي تالونتيو تمتم يوصلوا يديروا لا ترانزيسيون رابيدمون تمتم يوصلوا لي بيت ودائما يبقى فريق القلب شبيبه القبائل مرضي ندريوش بيان سور يبقى سي كما يقولوا لي بلي بو جور كما يقولوا جور اللي عقبتهم في الفوتبول سيتي على جي اس كا الالقاب اللي ديناهم و لي بون مومون اللي جوزناها مونسومبل ما نجمش نساهم. حنا بالك في الشارع الجزائري بالك هاد العفسه حسيت لها قبل ما نقولها لك اليوم انه كي نقولوا نور الدين دريوش دائما نفكروا لو ماتش لو فامو ماتش مع النجم الساحلي مع عبد القادر كيضا، خيرنا لك دي بتي
امتي مونتاج داروا لنا مولود الشعلال مناصر وفي تاع شباب القبائل وكان على بالك راه كان اليوم يجي اوفيسيال كما يحب مولود تاعنا. يلا عطيني نشوف الفيديو امينه باش نعاودوا نعلقوا عليه مع عبد القادر كيطا اللي حكم عبد القادر كيطا. يلا شوف هنا اي 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 هاي الصوره واضحه من ابراهيم كيطا ولكن شجاعه كبيره عند ظفور المعرف بان قدراته الكبيره جدا في المراقبه. التدخل كان عنيف جدا من اللاعب الايفواري قبل الدخول عو دريوش. المعركه راح تكون كبيره بين دريوش وهايل دريوش وهايل لانه المهاجم عبد القادر كيطا قوي جدا من الناحيه الفنيه البدنيه والفرديه ودريوش شوف وكانه في حلبه ملاكمه دريوش هايل يا دريوش ممتاز جدا في المباراه حال صعبه المباراه هذه عبد القادر كيطا شحال صعب وخطير وينطلق معاه فاروق بالقايد اي 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 قطار متحرك هذا عبد القادر كيطا حب يضرب كل اللاعبين فوق قضية الميدان كم يقول تماس اللاعب الايفواري خطير جدا وتفضل ما يمرش امام بن حملات هاي 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 دريوش يتدخل كم يقول تماس لا يا بن حملات ركز اكثر شوف دريوش معركة بينه وبين عبد القادر كيطا اي 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 امام عبد الحكم بطاقة حمراء بطاقة حمراء 41 42 دقيقة من عمر المباراة اوي 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 ف نوردين دريوش في هذه المباراة تخرجوا منك 10 كنت انت 10 من بعد يجوا ليكيب ومن بعد نو هذا سيستم ماتش دو ريسبونسابيليتي او فاروق كان نون تيمواني باسكو كانت لي زينونداسيون تاع باب الواد وي احنا كنا سيدي فراج وكانوا ناس باب الواد تما رحنا لعندهم شافونا الناس فيلاج افريكان فيلاج افريكان ضاعوا لهم ديورهم ضاعوا لهم اولادهم قال لك حنا يا خويا فرحونا برك نسونا هذاك الهم اللي صرنا والكارثه سيو فرحونا اليوم حنا اللي جوا راحوا كاع كيما يقولوا زيتي كاع كونسونطري بريباري بور ان سول اوبجيكتيف سي غاني لازم تقعد هنا كنت سبورتور زيد كنا في لوتيل زاد جا الرئيس فطر معنا الرئيس تاع رمضان وي في الغوفرنمون في رمضان ويهضر يقول لك اليوم راكو فو ريبريزونتي لالجيري فو لازم تفرحوا الشعب هذا تحس روحك باللي ستانورد من اعلى منصب في الدوله يقول لك لازم تفرح الشعب يبان لي جواري فالي با نغلطوا فالي كونوا كونسونتري من الدقيقه الاولى حتى الاخرى سي سا علاش انايا جي سي بي بوتيتر اللي كو تاعو ما انا كنت نضرب فيه ماشي غير هو على كل حال ما فقلكش الحكم زيا ولي جوار كاع كانوا دايرين فاروق انا شفناه دار بعده كان فاروق عزيز كاع لي جوال زيتي ديريال موا اسكو درتو في راسك ولا جات هكذا في الماتش اسكو كانت عندك تعليمات عليه ولا توصيات من المدرب ولا جات هكذا في الماتش نو هي هو باسكو سيتي لافونسون لازم حكموا انايا وكنا شفناه في الماتش علي باللي سيتي كان هو الجزائري الجزائري سيتي الميور جوار باسك الفالي لازم ديروا له ماركاج سيتي الخطه تاع لوندرير وهذه اللي متفاهمين عليها كاع لي جوار كل واحد الى سون رول اي اونيتي لازم كنا نريحو كونسونطري جوسكا لا ديرنيير مينيت ونشتو كيفاش حتى كيخرج بالروج باش سيتي ان بوازون خرج قواوي ثاني ضرب قواوي ضرب قواوي خرجوا لا دي مينيت لافا انت كنت فاعل بزاف مع البوبليك اسكو سيتي لي ماتش تاع الضحايا هذيك تاع اللي شفتهم تاع باب الواد ولا سيتي خلاص دخلت في الماتش وكنت لازم خلاص درتو في راسك كايطا نو ماشي غير هو دوكا حنا الماتش كان هكذاك حنا ما كناش على بالنا بلي واش راح يصرى معاه هو اسمه شوف البيبليك هذا البيبليك ديجا دخلنا حنا في لوتيل على 10 تاع النهار رمضان قال لك على 12 ستاد مغلوق كومبلي ستاد سما ديجا راك من 10 تاع النهار انت هكذا تغلي توجد توجد كانوا الاحداث تاع ما نساوش تاع القبائل منطقة القبائل اللي كانت الناس اللي كانت اللي ضيعوا ولادهم وحنا اونطونك جياسكا وكذا تريبريزونتي الجزائر في هذاك الوقت تما يجوك ناس ويقول لك باللي تلعبوا على الماتش هذا تاع ضحايا وزاد جاو ضحايا تاع فيضانات
اوتوماتيكمون تدخل ولا فيك باسكو نو دوك لي كول الضرب اللي خداهم لي كو هذوك ما سي با نورمال باش تاخذ الدرابي هكذايا. كيشوف نور الدين دريوش كايطا باسكو مع الوقت ولا واحد من افضل اللاعبين ولا المهاجمين في العالم. كيشوف نور الدين كايطا نور الدين دريوش المشوار تاع كايطا اسكو ما تشوفش بلي ضيعت بالك مشوار اكبر من درتو؟ نو ما تقدرش تقول ماشي هكذاك. حنايا انا بوتيتر ما هدرتهاش من قبل. كانت عندي لوكازيون باش او فاروق على بالو رحت لقطر. مي لاني دافون كان عيط لي ان ماناجير باش نروح معاه نروحوا انا وياه نلعبوا في السد تاع قطر الميم كلوب وين راح هو ابريل. وانا ما مال شانس ولا ما جي با كونكريتيزي هذيك الفرصه. رحت حتى لاني دابري باش رحت نوتر كلوب ولعب ضده العربي وراح نتكلموا عليه في اخر الحوار. عطيني الصوره اللي بعدها منه الرئيس محمد شريف حناشي الله يرحمه. وشريف حناشي ستان جرون توم ستان جرون بيرسون نو بوني. احنا انا جيت لجياسكا لقيت جياسكا مو شريف دو زومبلام ولقينا شغل. انا كي جيت لقيت ديجا فاروق تما انا ديجا لافوني تاعي جياسكا كنت في برج منايل. برج منايل ديجا الديبي تاع بديت مع برج منايل ديبي سيزون ما كونفواتي. انا كنت لي ديبي تاعي كنت مازال ماشي اوطوب. طلبت منهم قلت لهم نريح نكمل لعب في برج منايل نطلع نلحق النيفو تاعي ولا كنت شتوني مازلت في المام بون نيفو نجي لعندكم يا با بروبليم. قالوا لي صبروا عليك. هكذا كان يجي محشريف مع فاروق بن حملات مدان يجوا البرج منايل يشوفوا برج منايل ومن طون يشوفوا لي ماتش تاع نور الدين دريوش تاع ومن بعد كي رحت لجياسكا شريف كنا في الاوتيل كنا اون فامي يجي يريح معنا يسهر معنا في الاوتيل نعيطوا لي جوار تاع تيزوزو يجي بوبريط يجي ابراهيم يجي حاكم مدان يجي رحموني يجوا للاوتيل ونقعدوا نسهروا ونقصروا في لا بريبوراسيون كان معنا مواسا كومي فامي من الاول بدات سير دي باز صحاح على هذيك اللي كانت لابريزيدون اللي كان عايش معنا عايشين معاه عايش معنا يعرف بوتيت لي فامي تاعنا كاع. يلا نشرحوا الصوره اللي بعدها. الصوره اللي بعدها المنتخب الوطني اللي كان شارك في نهائيات كاس امم افريقيا مالي 2002. نور الدين دريوش انا كنت واحد من افضل المدافعين في البطوله الجزائريه. كنت شاركت مع المنتخب الوطني في مباراه في الاقصائيات في التصفيات تصفيات كاس امم افريقيا. كنت غايب في 2000 و2002 ديجا كنت معاه كنا انا وفاروق برسك بديت لي سيليكسيون تاعي مع فاروق كاع حتى وين حبست وين رحت لقطر وين ما جيتي با كونفوكي تاع 2004 اون افي لي كاليفيكاسيون كاع ما رحتش 2004 ميم لي كاليفيكاسيون كاع درناهم سي كاليفي 2002 جا ماجر اون ايتي بليسي مش عارف واش صرا هكذاك نوزا ايكارتي جا ماجر نوزا ايكارتي ابري بعد ابري لا كوب دافريك عاود عيط لنا ولينا ورحنا لعبنا الماتش تاع لا بلجيك ونا في بون بريستاسيون سي ليبوك هذيك الي افي بوكو جوار شامبيونا ناسيونال الي افي بوكو جوار دو كاليتي بوتيت دي فوا شاك ماتش شاك دو ماتش يجيبوا ان ديفونس تاع اون ايكيب البروشان ماتش يجيبوا ان ديفونس تاع ان اوتر كلوب. ماتش هذا نجيبو جياسكا بروشان ماتش نجيبو تاع ليسما لو ماتش دابري نجيبو تاع سي ار بي وفيس فيرسا. تشوف بلي كانت عندك مكانتك في هذا المنتخب وما حضرتش؟ كانت عندي مكانها مي كان سيتي دي فوا لا مالشونس كانوا دي بليسير وين ما تكونش ماتش ولا زوج ليكيب ناسيونال ناتون با ما تسناش الجوار هادي صح الفرصه تجيك خطره وي تجيك خطره ما تجيك زوج. اخر صوره باش نروحوا لهشام نقاش وهذه اللي تكلمنا عليها نور الدين دريوش مع باتيستوتا واحد من افضل المهاجمين في العالم في هذاك في الفتره بون في نهايه المشوار وايفان بيرغ واحد من افضل اللاعبين يتوسطهم نور الدين دريوش. علاش قلت لك من قبيله بالك كنت قادر دير اون كارير كبيره على اللي درتها ولو انه المشوار تاعك مشرف الى حد بعيد؟ نو برسك هنا انا كنت فانت كارير هو كان جون في 2000 فاروق في 2002 كان هو 20 ولا سي با لو ميم بروفيل. هنا مع باتيستوتا هذه في 2003 قطر داروا
هذا النادي العربي ياك؟ نادي العربي هذا باتيستو تايفنبرغ قطر داروا بروغرام مشروع على المدى الطويل على اللون تيرم باش يبداوه جابوا لاعبين باتيستو تا جابوه ب 7 مليون دولار هذاك بور دو زون بور دو زون جابوا ييرو ديجا بالماضي كان معايا كان في الاهلي وقيله بن عربيه او ميم طون جابوا دي جوار ان بو بارتو دو لوروب ييرو تلاقى به في سونت كوميرسيال يدور وحده ما كاش كاع لي حوس عليه ما يعرفوش بالك ما يتبعوش كره القدم دو ساي لو بوف كاع كملوا على كل حال كان هذا حوار تاع نور الدين دري وشرفنا كثيرا اللي حضرك معنا اليوم في ناس البريطانيه يعطيك الصحه نور الدين دري ميرسي بوكو كنت بليزير واحد من افضل المدافعين اللي شفناه معنا شخصيا اللي شفتهم في فريق في البطوله الوطنيه يلا نروح للبلوجون البلوجون اللي مازالوا في الميادين هشام نقاش مهاجم بلديه وهران هشام قبل ما نبداو باللي فوتو نتكلموا على المشوار تاعك هذا الموسم بدايه غير موفقه مع بلديه وهران للصعيد الشخصي اصابه واش اللي خلى هشام نقاش اليوم ما راهوش في الواجهه يا بولا ترونات سما انا جيراتي لا بريباراسيون شعب بزاف ما على بالهمش انا حكمني كوفيد 80% اون بلان بريباراسيون حبست 20 جور كومام 80% الناس كاين بزاف ما على بالهمش بها كنا في 3 سيمين تاع بريباراسيون حبست 20 جور سما ما درتش اول كي عاودت دخلت معاهم كانوا هما كيعرفوا الفرق شغل يكونوا لحقوا لي طاب علينا عليا فاهم راهو دار ليكيب بان لي طابي بخي كدا اكزاكتومون لا اسما قريب لي ماتش وانا الريطار تاع 20 جور يفالي الكومبونسي كيفاش ندخل معاهم في لو ريتم تاعهم اللي تي ايلفي عليا جافي اونكور دي سيكال انا جيتي با بري بصح بور لي ماتش بور مونتريني وي بصح بور لي ماتش نو ابخي مع الستاف كدا قلت لهم يا ودي مانيش بري قال لك معليش سافا فونيغ افيك لي ماتش ما شغل جبناكم تما بور تجيبوا ليكسبيريونس تاعكم من هنا داكور 5 6 ماتش il faut aller bien je voulais me digérer avec la charge de travail et ma conférence après ça je voulais y a eu le départ à Casoni même avec ça je voulais j'ai continué à jouer qui خلاص le petit niveau تاع les 5 derniers mois j'étais au top de ma forme j'ai une petite blessure تاع 10 jours quand j'ai repris c'est clair يعني je vais entrer directement نلعب entraînement وحدي quand j'ai repris il y a eu je voulais quelques petits problèmes مع الاداره je sais pas on attend toujours bien باش exactement انا نستناو باش نلقاو سي كوا لا سوليوشن تاع الحل هذا وقال انه كاين صراع بين الاداره وبين الطاقم الفني وماش ندير لك مشاكل ولا بصح باش نوضحوا له الراي العام خاصه الجمهور تاع الوطن اليوم ترك هنا باش تكلم يقال انه الاداره متمسكه بك والطاقم الفني ما حبكش بالعكس بالعطوي لو حبك تبقى في الفريق ماضي ماشي مقتنع بامكانياتك اسكو تلقيت هذه الاخبار ولا قريتهم كيما حنا انا قريتهم كيما انتوما باسكو انا شغل جي دو تري بون رابور افيك لي زونترينور داكور كي كسا سوا افيك الشيخ بلعطوي ولا مادوي شغل جي با ايت بروبليم معاه داير راح نهضر معاه في البيرو شيخ تحقني ما تحقنيش قال لي شغل جي با بروبليم معاك سي ان بلون تكنيك ولا تما لو بروبليم الي با سي ان بلون تكنيك سي ان بروبليم ادمينستراتيف شغل انا جو فو با كري يعني دوني تاني لوكازيون دو كري ان بوز médiatique les il va nuire l'équipe beaucoup plus d'accord Mohamed donc Anna je peux assumer autant comme autant qui m'aime je peux assumer ça c'est pour l'équipe les rahi je veux le dire dans les exactement sur une bonne dynamique tu crées des faux problèmes avec derrière et tu te permets de laisser traîner un engrenage avec derrière c'est l'équipe t'es qui elle va subir ça انا نكذبش عليك سييتها دير ديجا في المولودية جو سي سكو سي جو جي في دو ماكسيموم دون بارلي بصح لو جور او سافا نوير ا ما دينيتي ولا شخصيتي ولا يتقاس هذيك شي اوبليجي دو دير سيرتان تريك بور لو مومون سي دي بيتي بروبليم كي بوف سو ريغلي انتر هوم شغل نتلاقاو 10 دقائق 20 مينوت نفريو المشكل والسلام عليكم كي البارح كي اليوم ما كان حتى بروبليم اكزاكتومون فوالا ما بلا كان المشكل تاعي في الكونترا تاعي ولا في الصالير اللي نتوما نيغوسيتو عليك وتقولوا لي تعاودوا نهضروا عليه وخلاص اكزاكتومون سما يفو تروفي برك
اي سوليسيون لي شغل انا رجال فاهم بروبليم يا راه في الصالير يا راه في تكنيك مو فهمونا في تكنيك في تكنيك فاروق يا با بروبليم في تكنيك حبيت نقول مع المدربين جي بو دو بروبليم زعما بروبليم تكنيك زعما باللي قال مسيو النقاش ما عندوش المستوى باش يلعب لامتي يقولوا لنا لا لا هذه فيها حل هذا قال كيهضر معايا ولا كاين بروبليم قال تاع فينونسي درا فينونسي تاع الصالير دوك نعطيك كلمه كريم عطونا لوكازيون سقسيه انت باش نقولوا انه بالك المعلومات اللي كانت ولا المعلومه خاصه على حول الصالير انا اسمح لي نسمح لي نهضر عليها انا باسكو مغلوطه هذيك تاع 400 مليون معلومه خاطئه مغلوطه وسيد راح بالك خدا ريسبونسابيلتي كبيره عليه وبالك تاثر عليه ها باسكو ان ديتاي كيما هذا اكيد راح ياثر عليك سيرتو بارابول لي سوبورتريش ما بقاش ما لي ماش عارف لا تسمح لي نقول هذا الشيء ولكن راني نهضر عليك في بلاصتك انت باسكو ما كاش من هذايا دي جورناليست دي جورناليست خرجوا دي جورناليست خرجوها منين خرجت ان بروج ديال الادمنستراسيون ان تريك باغي ما يقدرش يا اون بليس سي هذا سي خطا معلومه خطا هذا السالير اللي راك تهضر عليه تاع 400 مليون وفي اعز بيريود تاع كورونا تما ميم يعني الشعب يعني كيقعد مع راسو ما تيكزيستيش صح شغل كيفاش اون بلان بيريود كاين اللي امن هشام كاين يمشي علاش بصح سي با دي تريك هادو امور على بالك سيدي فوتيليتي شغل فهمني بصح تي بونس با كو بالك زعما كي درت هكذا ميم سي زعما لو اون فا با بارلي دو نقاش اون فا بروند نيمبورت كال جوار شوبينا الجيريان جبدت له هاد لو جوار اللي اكسيلون فا دير اللي اكسيلون ميور جوار تاعنا تاع شوبينا ميم كي تدير له هكا هاد لا بوليميك هادي تي فا لا كري Tu vas lui faire de la pression. Il va pas donner 100% de parce qu'il sera pas à l'aise. Or que en plus le pire dans tout ça c'est que c'est pas vrai. Même dites le balak même dites. Vous dites le monasse. Ah je sais pas. Là tani kayna haja kalem bel arabi el monasse wach wach fayda taou ki yaref chhal yakhod yخلص النقاش ولا الدراوي ولا سعيود ولا سي 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 جو نابورت كوا اسمح لي ما عنده حتى معنى. انا برك حبيت نسقسي اسكو هضر مع مسيو يحيوي كونسيرن هاد السوجي parce qu'une fois, il a fait une déclaration concernant le salaire. Je pense qu'il a dit qu'il faut retourner le ratib de ce joueur. C'est ça le problème que je t'ai dit avant. Est-ce que tu as dit avec lui ou pas? Parce qu'il a fait une déclaration. Justement, je t'ai dit qu'il n'y a pas eu une discussion. Il n'y a pas eu une communication. عبالك دوكا البروبليم في الجزائر في الشامبيونان اللي راه اكطويلمون مين داك انت جوار تلحق ليكيب يقولوا لك تسمع اخبارات اللي على روحك انت ما على بالكش صدقني صدقني انا مين داك نلحق الاسطاد يقولوا لي اسمع هذا هو البروفيسيوناليز تاع الجزائر عبالك اسمع عيط لك زعما اكزومبل عيط لك فلان طلعت لعنده انت تقعد ما تعرف تقول شيء تقول لا لا تدخل تقول لك جديد عليا كجديد عليا انا اسمح المشكل دوكا في لي سالير وكذا افون ليبوك اللي قبلنا وحنا كذا واحد ما يعرف جوا شحال هو يدي حنا اونترونيل هكذا اونترونيل والله ما على بالناش على يدي هذا ولا هذا انا رجال صح كي كان يجي جوا جديد ما على بالناش وما نحوسوش نفهموا يدي ما نهضروا ما يهمش اصلا ما يهمش هذا هو المشكل دوكا اللي ولات الناس تخرج صالير راه وشحال ولا سب صحفي ولا سب صحفي محمد وتحب ولا تكره وعبالك حنا كاين الناس اللي عندهم شويه القلب شويه سكي تريست سي كو فهاد لو مومون بدات سي لو كلوب راهو سون بان ديناميك راهو يلعب على لو دو تابلو علاش تخسرها بدي ولا تدخلوا في دي سوجي ولا دي تنبش في عفايس هذا واش قال هشام وي انا جو في جوست اوبري اون بارونتيز سور لو بريزيدون اي سور لي كوتش لي دو كوتش كو جيم بيان كو جو ريسبكت Le président, pour moi, il n'a pas de شخصية إنه يقابل الجوار نقاش يتفهموا بالتراضي أول شيء هو يفكر يهدر بلا 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 أنا نتابعه في التلفزيونات ثاني شيء أنا je ne comprends pas deux entraîneurs واحد أنترينيه وكان يلعب عنده ولا خرج جديد مضوي كومون كساس في جوار كيما هذايا صادير كو مانو راكم في ديناميكيه هايله سوا هو ولا دراجة ليكسبيرونس كي زحبينا ولا كرهنا دوك كيفاش ما يضربوش على هاد لي دو جوار بور روجويندغ لو جروب انا بالنسبه لي انا جامغي بيان كو مضوي سوا سي اون فيبلاس سوا ما عندوش شخصيه سوا ايل فو با دو لوي دوك لازم تكون شفافيه هو انا ما نكذبش عليك انا هو قال لي انا جي اوكان بروبليم تي ان بلون تكنيك معاك تسمى هادي جو تيان لو بريسيزي ابخي
دوكا كلكان يقول لي لا لا البروبليم اي لي تكنيك ولا اداري سي با مو دون ديسيدي انا جو سوي سينياتير دون ان كلوب لي اسمو مولديت وهران دوكا انايا يا ان بروبليم جو سوي اوفر لكاع الحلول بصح يفو با ترو ترومبي تاني لوبينيون بوبليك تاع ترجعوا اللوم في لي جوار تاع حنا اون فو كري دي بروبليم جو ني اوكان بروبليم جوسكا جوسكو جور دوجوردي مازال جو ني غاتي اوكين سيونس دونترينمون جي اوكان بروبليم نروح نونتريني مع صحابي نهار لا كونفوكاسيون يروحوا لي 18 نقول لهم بون ماتش والسلام عليكم نورمال برك نتمنوا ان تحل الامور لانه لازم تحل الامور في الاخير bah oui parce que c'est ta carrière qui tu relaxes très même autant que joueur de canaille jite hna ya si jite men mon dia d'alger le mon dia d'oran j'ai un objectif dans la tête même si balak je le déclare pas aux médias parce que je suis j'aime pas trop ça manich han nqol lak ana ce que j'ai dans la tête mais ma propre satisfaction personnelle tani عند ça عندها ça joue un rôle je me donche belli lo kan bqa kazoni ربما ماش باسكو نعرفوا انه كازوني كان مع يعني في المولوديه كان يعتمد عليه كثير ميم في وهران يعني ربما لو كان كازوني بالك نقاش جوستيما على بالك يجبد على لو بوين كازوني سي با لوي كي ا توني اسكو نجي انا كنت نيت مع المولوديه دورو قبل كازوني افون افوني تاع كازوني وي وي هذه سي مليح توضحها ثاني انا جافي خلاص اون سيتي مي داكور مع البريزيدون هنا في الجي دايوغ ميم با اورون جاهنا pendant une semaine on a négocié on s'était mis d'accord avant la venue de Kazoni après Kazoni certes donc autant qu'entraîneur بالك الناس بدهم بالك c'est pas une question تاع favoriser ولا انا جيت المولودية دالجي جيت pour apporter un plus je suis pas venu pour faire de la figuration dans ce club je sais pas après ce qui peut se passer c'est un entourage les je préfère m'abstenir انا هشام نقاش احنا نعطيك الصور لانه الوقت خلصنا نعطيك الصور ريبوندي عليهم باختصار شديد واحد ما يدخل روحه هاي عطينا اول صوره هشام نقاش بقميص شباب الوزداد باختصار لماذا هشام نقاش غادر فريق شباب الوزداد لا فيريتابل ريزون وي خلاف بيني وبين البريزيدون غير لافوغ مع كنت حايب نغادي ولا كان هذاك الوقت اللي كان رضا مالك كنت نسال ست شهور ما خلصت سي موا درني ماتش تاع شامبيونا لعبنا في تاجنانت لو لوندومان رحت عنده قلت له جي ودي جي ان انجاجمون مع الناس تسمى مون دو قال لي عندك مشكل هذاك مشكل تاعك صح شغل وكليت حسيت كلي واحد ما بوني غدي قلت لهم صح دوكا المشكل انت ثاني عندك مشكل اللي هو انا حقي قال لي سير بي كبيره اللي يحب يروح يروح قلت له سير بي كبير عليا وكبير عليك سير بي كبير علينا في زوج زايد 62 حنا كبير علينا قلت له مي بصح انا ماشي معايا اللي حتقول لي هكذا ما لحقت روطار عام كومبلي ما درت ما راطيت سيونس دونترينمون لعبت 29 ماتش سور 30 ماتش واحد راطيتو 29 ماتش سور 30 قلت له ماشي معايا اللي تكلم هكذا هو باسكو اي لافي ان بروبليم معايا دي في الاول قبل ما ينتدبوني D'accord. Des trucs extra-sportifs, je ne sais pas où Salama Binatam, il ne voulait pas deux mois. Donc il s'est vengé deux mois maintenant. Il a dit qu'il allait aller. Je lui ai dit qu'il allait aller. Il a dit qu'il allait aller. Il a dit qu'il allait aller. وبعد هو اللي ولا نيغوسي وهو اللي لا ديسيدي مع من ليكيب اللي راح المولوديه ماشي هشام نقاش اللي اختار المولوديه نو جافي بليزيور البرومي كونتاكت كو جافي سيتي مع حناشي الله يرحمه سي لو برومي كي ما بي كونتاكتي و جافي بليزيور كونتاكت ومن بعد لي بريزيدون سو سون مي داكور سور مون لتر دو سورتي اللي شراوها وبعد هشام نقاش راح الفريق المولوديه مولوديه الجزائر عطيني صوره امينه صوره ثانيه الصورة تقول بين كازوني وكمال مواسى الفريق كان في أحسن ديناميكية ربما مع كمال مواسى قدوم كازوني هل أثر كازوني ربما في النتائج خاصة في كأس الكاف أشكي ديك لا ديناميك كسرت كي راح مواسى وجا كازوني ماشي المدرب كازوني عوامل أخرى قدرت تقولها عوامل أخرى سي دي تروك إكسترا سبورتيف اللي صاروا كل عام في مولودية الجزائر سي أن أنتوراج اللي كسر هذيك لا ديناميك باسكو كازوني Je le défends pas, je n'ai rien avec lui. Il m'a coaché, je l'ai respecté en tant qu'entraîneur, qui je respecte beaucoup Kamel Moissel et je suis toujours en contact avec lui. D'accord. Kazoni, il nous a apporté un plus. D'accord. On va dire, on a appris avec Faïs, les plus tard, les utilisés.
مي سي با لوي اللي كسرها على تاع تاع لا كوب دافريك، سيتي عوامل اخرى. عوامل اخرى اللي كسرت كوب دافريك، وبالك هذا عنده علاقه بالصوره اللي راهي بعده. الصوره اللي بعده يا امينه بين كازوني ورفيق صيفي، يافي كانت حرب، خلينا نقولوا حرب لا صراعات هذاك الوقت اللي كنتوا نتوما في الفريق، واللي خلصها خلصها اللاعبين باسكو لا بريسيون ولات عليكم نتوما. وكان خرج الكلام للشارع انه كاين كلون بين رفيق صيفي وكازوني، ما ادى الى انسحاب رفيق صيفي. اسكو عشت هاد لا بيريود كلون زعما كاسكو واش حبيت تقول زعما؟ كانت صراعات، كاين ما كانوش يتفاهموا، وكان واحد مع واحد و كلون تخلي لي دو زونترينور، ولحقت لي جوار وين لي جوار كانوا اللي كانوا مع صيفي ومع كازوني فوالا. نو ما لحقتش لهادشي. شوف لي جوار انا نشهد على وشافت عيني وسمعت ودني، انا جلي 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 توجور دي هادي. نتحدى اي واحد يقول لك داخل الفريق شتم مولوديه دوكا اكتويلمون دوكا هكذا، انا من برا نقول نهضر نقدر نهضر عليها، يقول لك زعما كاين كلون بين لي جوار، ما كانش منها. بالك كانت اون سيرتين ايبوك اللي ما حضرتلهاش ما نقدرش نهضر عليها، مي ما كانش، كان ان كونفلي ما بيناتهم اللي قلت لك ونعاود نولي لك، سي دي فاكتور اكسترن اللي اثروا اللي داروا المشكل هذا، باسكو من الديبي تاعهم ايزافي با دو بروبليم. كيفاش الديبي؟ كانوا بوندون 3 4 موا شغل ما كاش، ومن بعد المشاكل. كاسكو سافو دير؟ سافو دير كو كاين واحد اللي حاب يضرب استقرار الفريق، ومازال الاستقرار مازال يضرب للان باسكو الفريق كان مليح وكانوا التغييرات. كيبقى هشام مادام تكلم على الباساج تاع المولوديه، يبقى واحد من احسن الهدافين في تاريخ المولوديه في المنافسه الافريقيه، 11 هدف. 11 هدف يقعد باسمك هشام نقاش، من قوش هشام نقاش في تاريخ المولوديه. برافو هشام نقاش هذيك الساعه كذا حوار عندي سكوب عليه، بعدا نقول لك عليه. عندك سكوب؟ عندي. لا لا نقول لك. قوله. حايب كيك تخلص لاكارير دورها كونسلتون. مليحة بيها، جاية هضر بيها. جو كونفيرم. حبيبي ديري بلاستيك كأنيماتور ديرك. إن شاء الله هشام نقاش، إن شاء الله تكون معنا مع ليكيب. باسكو عندي ليسونس كوميونيكاسيون. أنا دبرنا فونسوف، عندنا ميليو، عندنا 10، دبرنا فونسوف، المدافع كيما يحب. نشوفوا معاه، لازم نيغوسي مع الفريق ينيغوسي معك. مش هذا الكلام، وصلنا نهايه فقره اوف سايد، نروح لفقره تخربيشه بعدها مباشره، تجي الفقره تسناوا كاع بيان سور، او جاك بيتشيتشي. اللي معروف علينا كجزائريين ماشي كل حاجه تعجبنا، والحاجه اللي راني سير منها وانه بالماضي ماكري كامل وش حققنا معه والكوب دافريك، كاين ناس راهي تستنى فيه في الفيراج، سيرتو كيجي الكونفيرونس يبدا يبهدل فيهم بالواحد. نو سانجينا الحديث هذا، انا في الريونيا تاع 73 حنا. هاد الناس راهي تستنى بالريق الناشف كيفاش راح يدير جمال في الماتش تاع زومبيا، خاصة وانه اللقاء راح يشهد غياب العديد من اللاعبين الاساسيين. ايه اللي يستنى خير من اللي يتمنى، واللي يتمنى خير من اللي يقطع الياس، ولو كان نربحوا بكامل هاد لي زابسونس. الكونفيرونس الجاية، جمال باستقلال الوجه. الشامبيونة تاعنا كل سمانة طلع في 16 ولا شامبيونة اش دي، اللاعب من الداحيه تاع شباب التصاور لعب اكثر من 5 لي ماتش هو معاق، وفاقلو غير سكرتير تاع باراد. عطيتوها واحدة. انا دوك نعلمك باللي عطيتوها اكثر من واحدة، خاطر انا الدليل راه عندي هنا. هي كيف يقلو سكرتير تاع بارادو فيها ان، بصح البروبليم ما راهوش هنا، راه في اللي يخدموا في الفرق الاخرى باش تفهم باللي رانا في سبور يترافاي. السيغوتي رئيس لجنة التحكيم في الاتحادية الجزائرية لكرة العدم، وقيل راه مطلع ميزاجور تاع البريمير ليغ ولا لا ليغا، واعتبر التحكيم في الجزائر مليح. منذ انطلاق البطولة نقول مقبول. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. معليش نسقسيك برك، اوينا واعرب والجماعة اللي كل سمانة دير ديكا، وراهم يربيتريو في البلاي واقيلا. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. في الشامبيونات تاعنا كاين ظاهره تلقاها غير في البوندسليغا تاعنا، فريق بليدة اللي قرر يليبيري 10 لاعبين في الميركاتو، وقال المدرب كامل المواسه ما نسحقهمش بعد ما شاف المستوى تاعهم صغير بزاف على الفريق. بيتنحاو كاع بصح اللي جابهم ما قدرتش نسمعوا حكايتهم باللي راحوا رفدوا دوزانهم و... لماذا نحن هنا؟ سؤال. توحشناها. وي تخربيشه طارق بورا، لازم تكونسونطري على شاك فوا جبانا باسكو خصنا فيه دو نيميرو، دونك توحشناها. دونك توب وجاب الفريق تاع ناس البالون لي زانفيتي بيان سور. دونك بدون اطاله نروحوا للفقره الاخيره، فقره تسناوها كاع. راهو جاك بيتشيتشي. الشاموتي. عاوشنا تريكو جديد. هاي تدخل بيتشيتشي هاي. Thank you.
بيتيتي والله ماشي شحال 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 توحشو كي جوج سمانه ها والله غير شبح القاعده والله انايا ماشي خو الناس البال ما نقدوش نيماجي الناس البال بلا بيتيتي راك تكحل راك شباب راك شباب ما تقوليش جابوا لك الرجال كيقولوا لك غادي يديروها انا شوف عزيزان والله انا عزيزان حسين عزيزان تحيه لحسين عزيزان لاعب السابق تحيه خاصه ليه نشكره بزاف اللي جاب عندي انت الرجال كيقول لك حاجه حاجه وكاين عندك شي تريكو كاين واحد قال لك نسروشة. لا 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 جبت لك تريكو او بيلال تريكو لا لا جبت البيلال على بالي ما جابنيش لا لا جبت لك بيلال لا لا فاش دزتو انت وين لبسو انا ما يجينيش يا رانا انا جبت شوف مع بيلال ما تشوفش معايا انايا بيتيتي حراشي انا جبتو انا انا جبت تريكو سمسم نجد لك تفتح له زاوية يحلس نجد له هذيك بينه وبين مولاه دينو له هادي هي تريكو وتروحوا والله غير ما فهمت ديجا تريكو هذا لك كليتو كيفاش حكيتو كيف حكيتو انا شباب شباب ها شباب كان بلون تريكو هذا لا ما كانش بلون لا كثرت العرق ولا نار والله العظيم يهضر عليا انا كان شباب ولا لا هو داك نار كي كلاشاه هو قال لي كي قال له بدل تريكو تريكو انا نكون ايميسيون ديال تريكو تبدل تريكو على بالي علاش انا غير ندير محمد بالك تم على بالك ملي لبس تريكو تاع الارسيكا ما زادوش ربحوا قالك مين بس انا ما نديرش على الدراري صغار والله كبير كريم ها كبير كبير تي صلاج خلاص خارج في كريم رحب بليزافيتي تاعنا انا نقول لهم مرحبا بكم واش ديهم خايفين ما مش خايفين لا لا ساكتين واش دريوش هذاك الله طز تاع بوكسور عاد شالو تايا بوكسور عاد شالو كان كيدخل الستاد وانت شفالو ديالتي كان كيدخل الستاد ستاد كاع دريوش يد دريوش يد دريوش يد دريوش كيفاش شفتو اه شالا دريوش يد دريوش يد والله لا كريزي شفالو بيجيتي والله ما انا شفالو بيجيتي وكايطا كي تاع كايتو كايطا كايطا طلع له عينو دلو هذيك تاع كايطا 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 دريوش طلعت عينو صح جبنا الماتش عباك بليك هذاك جاب الماتش بيجيتي بس تشوف باللي هذاك الوقت كانوا صح يلعبوا على الاعلام ويلعبوا على حب الكلوب وكدايا علاه تاع دوكا تاع دوكا الله اعلم اسمع معنا جوج تاع دوكا باش تيري برك واش نتا نقاش هشام واش نتا تبلا ها سننتو كاين والو لا لا ما كاين بيجيتي كاين صافي نقاش راك منيح والله الحمد لله واش ديك ما بيا والو وحشمان وحشمان انا نقول لك وخايف تعرفوا انت ديالتي كان في بارادو ديكري كان بارادو صح كان في بارادو كان في بارادو حد يعرف ديانتي كان يلعب لي ماتش غير تاع الشوك والله وهذوك الشادين هذوك يطبعوهم تاع حيدره هذوك يلعبوا تاع حيدره والنقاش اللي كاين راه يلعب على الشوك بالك بلا جينيراسيون تاعو اللي طلعوا ربحوا عليه ايه تاسكو هو ايلو 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 عارفه ايلو مش فال ايلو بيان سير اه اول زونسيان واش راه ما تستعقل هو حق الصاد كي اشتكى كي اشتكى غير مع كريم وخديجه قلت ما راك جديد انت انا مش جاي زونسيان زونسيان او خديجه صافا صافا وانت اليوم ماكي ستيلو زرق اليوم مترو ها راه شغل هذيك الغنيه تاع مزرق سعاني ويا حديدي ودي عنواني هاي صاي يعني قصرنا يا نوت حتى كنت تحرك فيها لا لا توحشتك ها واش كنت تحكم يحكوا بيجيتي على حكينا على حكينا على زيد شي حكينا على بالماضي حكينا على لاكاري تاع دريواش على دريواش العام تاع هشام دريواش نزل عندك هذيك الجيطه تاع دكري صح وين انا بقول لك عندك صح كانت عندك جيطه كانت عندك جيطه تمشي بالماء تمشي بالماء والله غير شي دابا لا 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 ل
نقلب لك لا لا هذا اختراه مش فيش انا قدام عندك لا لا اختراه هبطت انا كي عبدنا العمر والماء حكينا حكينا هذا خرج لي من كان معاك انا خرج حطك السجره كانت هي كورة صافي يلا فهم مع زبير زميت غاصنع زبير زديت ويشري الخردة ولا الدحانة ولا غير يشري هذاك نهار غادي يشري عليا يشري هذوك راس ولا يشري يشري كان يسمعك زبير زميت وانا نقول له زوجه كان على هذاك النهار قال والله قال له شوف لي قالوا في تجلابي تلاقى في تجلابي واحد العام تلاقينا تجلابي لقيته يشري تاع 205 خردة كاع شكون زنيت زميت انا زميت ماكش انا انت يا ما فهمت راك ديكونسونتري لا باش الشيء ما يهضروا معاه هم يهضروا عليها فهم يهضروا معاه في لاباسي دونك لا برك فاروق دخل في باش يدلنا شويه برك ماشي تبان خديجه ديال سمير زعما شغل زعما ما كان والو على دالي دلي انت ترونسيسيونال على دالي فاروق دنا دنا باش تبان خديجه حقا نسيت وشنو على اللي جاب لي تريكو شكرتو شكرتو عزيزان سي مرمى عزيزان قلنا له يعطيك الصحه على تريكو باسكو بدلنا السوجي وقالت يماه ثاني راهي مريضه نطلبوا لها الشفاء طلبوا الشفاء طلبوا الشفاء العاجل ان شاء الله يرضي يرضي شيك الحاجه قطيت راه قاعد تروحي الجنه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صافي بليزير انا والله غنقول لك حاجه انت تروح الجنه صافي بون دوكا انا شكيت صحيت صحيت دو تيرو غد القايت ريحه اوناطو هو الشيطان نتايا تديرها تهضر لي على دريوش هو اللي كاشي قلت لك واش غادي يقول لي يقضي بيناتنا ويدير بيناتنا غادي بيناتنا هو اللي يعطي لي طالع هو اللي طالع طالع والله غير هو لان ميما انا نطبع على راسه دائما هكذا وبعد تدخل تغلطوا دريوش تغلطوا وين يغلطوا لا 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 قادروا قادروا انت كي ما تقدرلوش تقادروا بيان سور بيان سور انت كبير عليا انت كبير عليا وانا قلت حكرتي انا عشان حكرتي دريوش دار مع شو هذا انا دريوش يا دريوش يا هاي صاي صاي فاروق صاحبي انا ناس صاحبي نيك قصر سعره اسمع بس دوزو استشريتي انا شي سامع بك اه دوزو زليك انا شي سامع بك انت العلم ما عندكش عندي العلم والله ما عندك بزاف عليك واحد ما يتوسوس لك خليه خليه ما عندوش يسمى باك يشوي تبك المولود يا قال لك انا نمد الدروس قال لك انا الناصر قالك لك غادي نمد لنا الدرس غادي نمد لنا الدرس انا ندش انا نلدش انا قال لك علاش تلبس دائما تيشيرت تاع كلوب يا زير انا رجال قال لك تريكو تاعهم قال لك انت تمد الدرس يا زير دوك الحيوانات هما اللي يمدوا لكم دروس هنا شو استاذ يضاردوا يضاربوا العيبة ما نضاردوش ناسو زو ماتش نورمال علاش نورمال غير كين كوك من الدعينات معينا انا تعقلك نايمة نسيت انا نسيت محمد انا عجبني كي راه لابس اليوم تاع الحراش شهر عليه راح يمد درس درس شباب لانه الحراش راهو سنا فريق جدد دير دي ديريجون جدد دي اونكادرمون شباب كاع دي زونسيان جوار راهم يخدموا خدمه مليحه ان شاء الله ان شاء الله يخلوهم يعاونوهم لي سيبورتور باش المستقبل ان شاء الله راه نقول لك حاجه نونو هو ما كان لا دروس لا هو باسكو جابوه هو يحب تشيبا يحب دروس واقيه شحال هذا والله صح جيبوا له جيبوا له خلي هو ما كانش سبيل درس دندو هذا مري فوديرو اصلا دنا مش ميخ انا نحكي لك انا نحكي قاعد جاير يلعبون بشي شي صح هاي ليه جات حراشي هاي ليه جات هاي ليه جات صعبوح ما قدرناش على بالماضي خلاص سي بون والله ما قدرناش على بالماضي بالماضي وقيل وراه ما قدرناش على بالماضي كيجا او رايح ليك ناسيونال بالماضي قول والله انا رايح ما باليش انا جابوك شي انفورماسيون هذه ما ديما على باليش كيفاش يدير البنك اللي عنده جيطا ديما والله العظيم كنت كنقول شي خدم خدم انتو انت واقيلا اللي كيديك على بالك نحاوزو كنت جيت واحد اخر جي ناريون تاع واحد اخرى يا بيلا يا بيلا تنا انا ما تما انا ماريونات ديال سير لا لا انا ماريونات اش دير انا عينا انا عينا ديك ديك عينا صعدام كوباش غو دقاش نعينا يتعين سكتا سكتا مدى تعطيق بيلا اسمع اسمع او دار الكوباش غو النقاش خلاص بيان سور نقاش وش دي او استيكي اك زعما كي هو زعما زعما انت نسيت روحك كريم كريم هو يبكي على باك كريم لا تتكيش قولي دانك تودي انا نحن نعطيك بون نوفل عطيني نعطيك بون نوفل باسكو والله العاود زويج ماشي باسكو انا ماشي دير يعاود زويج شكون يعاود لا لا وين عاود انت قلت لي حد نعاود واش خلاك قال لي نحب نعاود والله يا مرتو وسنا مرتو
دارت وما نعرفهاش انا دارت يا نبدا اسمع الله غير الديزيمات كلاش دي يدي قني قصر يا خويا بيدو الى النار خليني نهضر لك والله انا حاب نقول لك بليك الشعبيه تاعك راهي ديباسات البحار راهي وراء البحار زيد لي عباك بليك لي زيمي قال لي راهم يبعثوا لي شاك سومان يبعثوا لي عليك نظنيت لا اسمع نجيب لك نجيب لك نجيب لك ما تقوليش دوك دري صغار نجيب لك نجيب لك نجيب لك شو ياك واه عندك 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 ديفان عندك ديفان شوف انا ما نكذبش ما ننساش عندك ديفان عندك ديفان كاين زوج بنات هما خيات مارسيليا مغربي زهرة ومغربي ليليا وحده ليا عندي اسمه مغربي ليليا ومغربي زهرة ليليا ومغربي زهرة مارسيليا دائما نشوفهم ديديكاس ليهم ليليا وزهرة شاجين راهم خدك كاين وحده في عمرها ابيبري 10 اون وحده واحد 15 اون ولا هكذا هاي العصير هذه اللي كنت حوس عليها واش بلال هادو لي زيميغري هكذا يراه انا وصلني قلت والو مصمش لا يا دوك فهمك باش شي لازم ديجا الوقت وين الوقت تاعنا شويه الاستيتيك شويه اوه علاه حكى لينا نهضر على الاستيتيك على ديجا ياك لي ستار يديروا الاستيتيك وي تاع خلاص انا ستار شعبيه جارفه اخويا العزيز راك شوف ندير الاستيتيك خلاص دير هيا خلاص فيها وقتاش مرمضه ان شاء الله ان شاء الله هيا باش نسيتك استنوا غادي تسقانو شتيك واحد يسق النيس ويسق العيني يسق جيتي كاينه خالتي عيشه خالتي عيشه دير خالتي عيشه انا نجيب لك لي جون فيك داخل سلموا عليك خالتي عيشه صح كي خسرتي ولا لا واحد يزيد نظام صغار ولا اخرى جيت العجايز ايه بصح بي جيتي ما بالكش بلي العجايز هما البركه تاعنا ياسر تبارك عليك خالتي عيشه من غايه تسلمي لي عليك شافي عمرها 77 سنه الله يبارك الله يبارك رديش الله يحفظك ويطول عمرك انا ثاني عندي دو ديديكاس بيجيتي اصلا زعما كمل ديري لاشين ديري لاشين ديري لاشين يا ودي يا ودي ستارات سي كاين عبد كاين سي دو فريسور هضري نورنا عبد الرزاق دينا عبد الرزاق دينا قالت لي ليا عبد الرزاق دينا ماريا ماريا وعبد الرزاق محمد نازيم وعبد الرزاق محمد نازيم كل عنده نطقيه سلموا عليهم كامل سلموا عليهم كاع انا تاع ميرسي بيتيتشي انا نزيد انا نزيد اسمع اسمع انا نزيد لك لي زيميغري باسكو كاين الماركه كاين هذا اسلام جلال اللي يسكن في لندن اسلام جلال على بالي بليك دون كالكو زاني راجل ايه بصح عنده بنته اه عنده اه تكون عنده تكون عنده تسمى باش دير لها عنده ودي انت صح قول له بيبي جي قول له ديا شالا ويخدم يبعث يبعث تريكو اسلام جلال ثاني يحبك يا تريكو جبنا تريكو تعمل جيب لك جياسكا جياسكا وي لازم تجيب لنا تريكو لا بروشين فوا لا بروشين خلي لي صح نورمالمون اللي جا اليوم لا لا نون ماهوش النقاشه ويلعب ما يجيب لك معاه واحد يجي جيب لي نقاشه ودريوش فوالا على مسيو زيزوز دريوز جيت نتريكو يا اخي وراح للبلال للبلال راح اوه على بالك زي حوزو اوه ترات سرطاس بوفرطاس هذاك وراح انا نهضر نور انا وجاني ندير باغي كون جوستيس والله يشكي والله يشكي يبعث لك يبعث لك دوك الواعي تشكاوي 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 انا قلت له وينو وعلى اللي يهضر لاجيريتي يشكي ودي اه شوف معاه دبر راسك لا 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 ديجا انت تهضر انني نهضر انت انا انا يا بلال عندك ما نش والله ربي هذا تكل عليه هذايا هذا تكل عليه اسمح لي كي تلحق كي تلحق له حتى انا خاطيني انا شنو انا نهضر كازا انا مانيش نهضر شتوني انني نهضر لا وحياك الله ما يخافش لا لا انت اللي تهضر راك شاهد مو علي نهضر انا نشوف انا نهضر انت اللي تهضر ويدي راه نخلص الكاجا واعر هذوك بيتيتي هذاك اللي جاب لنا قبيله التمر لقيت التمر الفوق واحد صاحبنا والله كان راقد ما شاف شاف ما شاف شاف قال لي سو بيتيتي زكريا دام بالسكره قال لي هاليك التمر هذا ديال بيتيتي ديديكاس لي نقول له يعطيك الصحه زكريا بيتيتي حب البنان دوك لابروجون فور شوف نونو ولا كش ما حلا بيتيتي شوف مع خديجه بنت مكه اسيا حوريه اي اسيا حوريه اسيا حوريه اسيا حوريه اسيا حوريه اسيا حوريه اسيا حوريه اصيل اه ماشي اسيا اه اصيل اصيل قلت لك اصيل طرش الدرك كمل لك يا بيتيتي ما راه
اصبر مازال انايا انا ثاني لعيبه ست باسكو علاه بيجي تي تقول انا سيبتي ديتير يا اخي قلت ندي هادو تاع فرنسا نديهم كاع ندي زوج واحد ليا واحد انا انا دقت لك اخي قال لكم قلبوا باركينغ نسيت نقدر لاعيا هيا هيا مازال انا نخر بيتيتي باسكو انا لانيفرسير تاع يما ثاني منذ ان شاء الله دير 60 سنه جو بروفيت لا لوكازيون كون فاهمك اختو اختو خيرين خديجه ماشي اختو لا لا شاني فرسرت وحده اليوم دعاك خديجه وغدوه تاع كريم ما تعرف وشنا خالتي حد وشنا خالتك زهية زهية سلم عليها خالتي زهية زهية ويسلم عليك فاروق هو لي هذه جات لي ردي ايميسيون السنه هذه اللي انت واحد شوف شوف درت لنا مشاكل انا واحد درت لي مشاكل راح نحيد ماسنجر وفيسبوك على جال كاين ثاني ميدو بن عميروش بوغ ميدو بن عميروش اصيل اصيل هادو كاع ليك عندك عمرك بليك حنا ما كنحتاج نسلم علينا حنا يحضوا رجال والله بيجي انت واش بحال القاده بلا ستان بليز لك ميرسي بوكو هذاك الله ان شاء الله ما كناش قال عليكم كرو ميرسي لي زانفيتي تاعنا نور الدين دري واش هذاك الصحه اللي تحضر معنا اليوم يعطيك الصحه شكرا على الاستضافه يعطيك الصحه نتلاقاو في فرص اخرى هشام يعطيك الصحه موفق في بقيه المشوار يستاهل كل خير خويا العزيز صافي بليزير نشوفوا دي جوار عندهم ان سيغتان نيفو يعرفوا يهضروا يعرفوا اكزاكتومون ما يجوش بزاف بلاطو ما يجوش بلاطو فوالا دونك انتم اللي لازم تكونوا في الواجهه I'm going to go to the hospital. نتلاقاو الاسبوع المقبل بحول الله ليكم هذه قولوا خير